السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونسترضيه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا توجه العبد لله تبارك وتعالى وقال: يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فإن ملكا من قبل الله تبارك وتعالى يتقدم نحو هذا العبد ويقول له: عبد الله، لقد أقبل عليك أرحم الراحمين، فاسأل ما تشاء. ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ومصطفاك، ونستعيذ يا ربنا من كل ما استعاذ منه نبيك وحبيبك ومصطفاك. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، تحية من عند الله طيبة مباركة أرسلها إليكم محملة بلطائف المنن من الله تبارك وتعالى لكم جميعا، جعل الله حياتكم كلها صحة وجمال. اسمحوا لي أبدأ بالناس الطيبين، أهل الصعيد الطيبين وأهل أسوان، والناس اللي كنا في استضافتهم من أهل الصعيد، واللي حملونا رسائل كتير قوي عشان نسلم عليكم ونقول لكم إن الصعيد كله بيسلم عليكم، وناس كتير قوي من المتصلين بينا بيبعتوا تحية ويقولوا ان دايما احنا بنحاول اتصال على احلامنا الجميلة علشان نفسر مع حضرتك يا شيخ مصطفى، ولكن بيكون احيانا كتير الوقت بيكون يعني قليل، رغم ان احنا لو قعدنا معاكم 5 ساعات ولكن الوقت برضو قليل، لان الوقت الجميل بنقضيه معاكم. وحبعت بتهنئة ان شاء الله دلوقتي لإخواننا من اهل سوهاج الصعيدة الحلوين قوي قوي قوي، وان شاء الله حبدأ اولا مع ومعكم الاستاذة ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور الشيخ. اهلا بك يا ام محمد. اهلا بحضرتك. أهلا بقول لحضرتك انا احنا اصلا من الشرقية يعني من الارياف. نعم. ففي بيت واحدة هناك قريبة لينا من بعيد اسمها ام حسن، هي توفت، بس انا حلمت ان انا اشتريت البيت بتاعها ده، وزي ما اكون انا طالعاه على السلم، هو على كام سلمة وطالعاه ودخلت وطلعته، فلقيت الكل زي ما اكون بيقول لي: انت اشتريت البيت ده؟ الكل يعني كل قرايبنا ومعارفنا مستغربين: انت اشتريت البيت؟ قلت لهم اه، مش مشكلة ما يخسرش. وقمت طالعة البيت، وطلعت البيت فوق زي ما يكون في تلفزيونات، تلفزيون كبير جدا اللي هي الشاشة اللي طالعة جديدة محطوط وشغال، وتلفزيون صغير على الناحية التانية، وتلفزيون صغير جوه في الأوضة اللي هو الشاشة اللي طالعة جديدة اللي هي السي دي. أيوة ماشي. فزي ما يكون في كل، وقريبنا بقى واحدة خالة ليا اسمها هدى داخلها يعني زي جاية تبارك، جاية تتفرج وكده يعني، وانا لابسه زي لبس خروج وجزمه كعب عالي كده، وراحه جايه في المكان، وزي ما كل مكان بقى بتاعي انا اشتريته. بس ام محمد، انت في دلوقتي في اليومين اللي انت فيها دي مواضيع كتيره قوي قوي انت شغله نفسك بيها ومحتاجه او منتظره ان هي تتحقق. طيب استبشري خيرا ان شاء الله، لان في امور سوف تتحقق، اخبار ان شاء الله تاتيك قريبا بامور تتحقق لك باذن الله. صعودك السلم أمر طيب وارتقاء وفيه خير إن شاء الله رب العالمين. شرائك للبيت الخاص بهذه السيدة أم حسن من فضل ربنا سبحانه وتعالى، أنت بصدد أمر يعني فلوس معينة هتقبضيها بعد فترة، وعايزة تدخليها في موضوع معين، صح؟ فإن شاء الله رب العالمين ربنا هيكرمك بإذن الله تبارك وتعالى، وتنالينا كل الرضا وكل الخير إن شاء الله يا أم محمد. ممكن أقول رؤية تانية؟ اتفضلي. أنا شفت إن أنا زي ما أكون فرحي أنا، بس فرحي على جوزي. نعم. ووالدي أنا زي ما أكون عايز يجوزنا البعض، وزي ما أكون إحنا مش متجوزين، وعايز يكتب كتاب. نعم. يعني زي يعني كده، وشايفة أنا عمالة أتجهز في مكان تاني بيت غير بيتنا،
وان انا يعني مستنيه بقى يعني الكوافير تيجي تزوقني، عماله اقول فين بقى، فين الكوافير، فين مش عارفه ايه فين. بس ده اللي انا شفته. خيرا ان شاء الله رب العالمين. انت زوجك راجل طيب يا ام محمد؟ الحمد بس لله. بس عصبي شويه؟ هو عصبي؟ ولا راجل كويس؟ لا هادي. هو طيب عصبيه يعني، العصبيه المعتاده يعني، يعني عنده يعني حكيم يعني، عنده حكمه. حكمه عنده حكمه يعني هو عصبي لما بيلاقي ما حدش بيسمع كلامه بيتعصب عليه. صح كده؟ بس كده هو ده اللي موجود عندنا. وخدي بالك ان شاء الله رب العالمين زواجك اللي لسه ما تمش مع زوجك، واخده بالك، هي دنيا تانية ان شاء الله. انتوا بتجهزوا نفسيكوا ليها ان شاء الله في شراء ارض او شراء حاجة جديدة فعلا. احنا ان شاء الله ننقل سكن جديد يا فضيلة الشيخ، بس يعني ان شاء الله هيبقى حلو باذن الله. احنا قلقانين بس انا قلقانه باذن الله. لا ربنا يتمم لك على خير، طالما انا عرفته يبقى خلاص ان شاء الله خير باذن الله. يا رب ان شاء الله. ربنا يسعد ايامك يا ام محمد ان شاء الله رب العالمين. امين يا رب، امين يا رب، ربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين. ارجع بقى للحاج طاهر احمد علام بسرعه من سوهاج، و في ربع اولاد علام، تمام كده، وطبعا اولاد الحاج ابو الحسن وصلاح واشرف، كلهم كده من اهالي سوهاج الطيبين، اللي طبعا يعني الحاج علوان محمود رضوان اللي هو برضه من ضمن الناس، اسره جميله قوي 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 من اهالي الصعيد ومن اهالي سوهاج. طبعا انا كل خط الصعيد من اول كده الجيزه كده لغايه اخر اسوان، والناس الطيبين اللي احنا بنجلس معاهم من اهالي اسوان. واسال الله تبارك وتعالى ان يديم بينهم الحب، وان يديم بينهم الخير، وان ينزغ الشيطان او يبعد الشيطان شياطين الانس والجن عن بيوتهم وعن بيوتنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لنا جميعا من امرنا رشدا. احنا قلنا طبعا عندنا برضو ناس من ضمن الناس اللي بيتصلوا بينا في احلامنا الجميله، عايزين نفرح بقى الناس المقبلين على الزواج. ابننا فرج من الفيوم، وان شاء الله الحلقه القادمه بقى هنشوف الراجل كتب الكتاب تبع احلامنا الجميله واتصالات الناس. زي ما انتم شايفين كده، يمكن اللي بيتصل بيكون ما شاء الله مقبل على خطوبه او زواج، وبيشوف رؤيا او منام، ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى كثير من هذه الرؤى من فضل الله تبارك وتعالى، لانني دائما اذا فسرت رؤيا كما تعلمون اضع امامي كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدائما ما تكون هذه الرؤيا مرتبطه. نجري بسرعه ونسيب الصعيد ونسيب الحاج طاهر علام وولاد ابو الحسن استاذ اشرف، ونروح المغرب. بس هناخد الاول معانا حد معانا على الخط، معي ومعكم استاذه اميره. السلام عليكم. اهلا بك استاذه اميره. مرحب، تفضلي استاذه اميره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. حضرتك انا كان عندي رؤيه كنت عايزه اقولها لحضرتك. تفضلي يا فندم، تفضلي. بقول لحضرتك انا عندي ولد عنده 7 سنين. نعم. دايما بشوفه بيقع مني من دور عالي. نعم. اخر رؤيه شفتها واخر حلم شفت حضرتك ان انا واقفه في الدور السادس على السطوح. نعم. وهو السور بتاع السطوح واطي شويه. فالولد اتقلب مني من الدور السادس. نعم. انا اول ما وقع يعني انا ما يعني ما عيطتش ولا حصل اي حاجه. بعد كده ركزت شويه لقيت نفسي منهاره من العياط والصريخ عليه. وبقيت اقول انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يا رب زي ما هو مات خدني ليه. استاذة اميره. ايوه يا فندم. حضرتك هذه الفتره بتمر بامر انت حضرتك الصوت ضعيف جدا. حضرتك بتمر بامر في كرب وضيق بتمر بيه هذه الايام. اسال الله ان يفرج عليك هذا الكرب يا رب. انت كل ما بتخشي في موضوع او بتخرجي من الموضوع عشان يكون على سلام بتلاقي نفسك دخلتي في كرب تاني. ده صحيح؟ نعم يا فندم. كل ما بتخرجي من موضوع فيه مشكله
بتجدي نفسك دخلتي في موضوع تاني، مشكلة تانية. تمام. نعم؟ تمام. صح؟ تمام. صح كده. إن شاء الله رب العالمين أنا أبشرك خير بإذن الله تبارك وتعالى. يا رب. لأن استرجاعك لهذا الأمر واخدة بالك؟ أيوة. معناه أن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد عليك أمرا طيبا. أنت في حاجة ضايعة فيك، ضايعة منك، والحاجة دي كويسة قوي 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 وأنت مفتقداها دلوقتي، صح؟ نعم يا فندم. حاجة مفتقداها وضايعة منك دلوقتي. أيوة أيوة. هترجع لك ديت إن شاء الله. يعني الحلم ده ما فيهوش أي يعني لا. أي قلق عليك. الحلم ده بيفصلك إن أنت في حالة من الكرب، وسوف يفرج عليك الله تبارك وتعالى لأنك استرجعتي فقلتي إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أرجعتي كل الأمر لله تبارك وتعالى، ومن أرجأ الأمر لله تبارك وتعالى فإن الله نصيره، وأن الله تبارك وتعالى سوف يخرجك مما أنت فيه، فأستبشري خيرا ودعينا إن شاء الله يا أستاذ أمير. جزاك الله كل خير، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. يا رب، ربنا يسعدك يا رب، والله أعلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيلوا عندما يكون هناك زواج نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، لأنها أسرة تجتمع. عندما يحدث الطلاق الكلمة اللي بيقولها يعني مثلا وأنا بعقد العقد بيقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأمور كلها اللي حدثت أثناء الجواز وحصل لحظة الطلاق بنسترجع الأمر كله بخيره بشره بكل ما فيه لله تبارك وتعالى، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فبنتنا أميرة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون في الرؤية، وهذه تفسيرها في الرؤية تعني تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى، فهي دايما صبورة وبتشيل الهموم، ولذلك فإن الله سوف يبدلها خير ويأجرها في مصيبتها. اللي أنا قلت لها أنت في عندك مصيبة أو أمر ضيق في حياتك، فقالت لي أيوة، فإن شاء الله تبارك وتعالى سوف يعيد الله تبارك وتعالى لها كل هذا الخير. النهاردة هشوف محمد وبعد كده أرجع معاكم تاني، هروح المغرب وهرجع تاني عشان أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذي، تفضل. الله يخليك يا فندم. لو سمحت حضرتك، أنا مدرس، وبعدين شفت حضرتك إن أنا يعني إيه بدرس لطلبة كده، بس يعني في مكان زي وقت المغرب كده. في المغرب؟ زي المغرب. المغرب دولة ولا المغرب وقت المغرب؟ لا، وقت المغرب. تمام، وقت المغرب، تفضل. فجالي واحد انا اعرفه شخصيا بس هو مش طالب يعني. نعم. وبعدين قال لي انا اسمي علي عبد الحكيم. نعم. قال لي اسم علي عبد الحكيم. فبعدين بيقول لي انا عايز اقول لك على حاجه، تعرف تنطق كلمه الله؟ فبقول له اعرف انطق. فقال لي لا، زي عايزك تنطقها زي. فنطق كلمه الله، فطلع من بقه نور من اقصى حلقه من جوه، من زوره يعني من جوه كده، ولسانه ده منور واسنانه منوره. فقلت له طب انا عايز يعني تقولها كمان مره، فعملها، فكل المكان اللي حواليه نور. فجيت انطقها زيه، فصحيت من النوم. فدي حضرتك لو سمحت. خير يا استاذ احمد، خير ان شاء الله. استاذ احمد، يعني ارى انك مخلص في عملك في التدريس، ولكن هناك امور انت تواجهها بان حد بيقلل من شأنك او عملك وجهدك، ده صحيح؟ فعلا فعلا. الامر الثاني يا بني، اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقك الخير وان ينطق الخير والحق على لسانك دائما، واريد ان ابشرك انك في كل فترة قادمة ان شاء الله سوف ترقى وترقى باذن الله تبارك وتعالى في العلم الذي انت تفعله. التوقيت اللي انت فيه ده انت في حرب، صح كده؟ ولكن ان شاء الله ابشرك بخير، تمام؟ وان شاء الله لفظ الجلاله عندما خرج من هذا الفم ووجدته ملآنا بالنور، فلفظ الجلاله هو العلم كله، تمام؟ وان تقلد هذا العلم، ان واحد يقول لك انطق هذا العلم، فانه في يوم من الايام سوف تتقن هذا العلم
وسوف يكرمك الله تبارك وتعالى فيلتف حولك الكثير فيتعلمون. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ما إنك مدرس فإنك تمتهن أو بتعمل حاجة بجانب التدريس، ده حقيقي؟ بعمل إيه يا فندم؟ بشيء غير التدريس. تمام. تمام كده؟ فإن شاء الله رب العالمين ربنا هيكرمك في الأمر الثاني اللي أنت بتشتغل فيه بجانب التدريس، والله أعلم، ويسر الله لك يا أستاذ محمد. في أي رؤية ثانية؟ تحت أمرك. عايز أسأل حضرتك بس سؤال ثاني يا فندم. ربنا يخليك، هو هل الاسم له علاقة لما يجي يقول لي أنا اسم علي عبد الحكيم، هل ده له علاقة؟ نعم طبعا، سوف يأتيك الله العلو في عملك، تمام، والحكمة، لأن الحكيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وعلي من العلو، فعلي عبد الحكيم، فأنت ستكون عبدا للحكيم، ينطق الله الحكمة على لسانك، لأن هناك لفظ الجلالة قد خرج، والمعظم العلماء قالوا أن اسم الله الأعظم هو الله، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك من هذا العلم والعمل، وعليك أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومش ليك أنت لوحدك، لكل مشاهدينا الأعزاء، كل اللي بيشوفنا يقول الله. يمكن الرؤية دي يا أستاذ أحمد معايا حضرتك؟ طيب أنا معايا يعني الحاجة أم أبرار من السعودية، يمكن جات لي في رؤية برضو قالت لي أن هذا اللفظ الجلالة كان يأتيها بأحد يقول لها قولي الله، وكان يخرج هذا النور. هنكمل مع أستاذة شيماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة شيماء، ممكن أقول الرؤية بتاعتي أو الحل؟ السلام عليكم، تفضلي. كنت حلمت ان في فيضان في المنطقه اللي انا عايشه فيها. فين؟ في الجيزه يعني. في الجيزه؟ بس الفيضان دوت مش في مغرق البيوت، اكنه ماشي فوق البيوت. ماشي فوق البيوت؟ يعني البيوت تحت البحر؟ وفي اخطبوط كبير نزل من الفيضان دوت وغطى بيت ستي الله يرحمها. كان واقف جنبها. وبعدين لقيت اربع اسود، اسدين كبار واسدين صغيرين، واحنا بنهرب منهم، وستي الله يرحمها كانت عماله تدور على مفتاح الشقه عشان نستخبى في الشقه. بس فلقينا المفتاح مع خالتي الصغيره ودخلتنا كلنا واستخبينا في الشقه جوه. استاذه شيماء، في امر يتعلق بالميراث خاص بجدتك الله يرحمها؟ ميراث؟ والامر ده لسه لم يقسم بعد؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يقسم هذا الامر بقسمه حق، واسال الله سبحانه وتعالى يا بنتي ان يكرمك وان يذهب عنكم الهم والكرب اللي انتوا يلحق بكم هذه الايام، ده صحيح؟ ان شاء الله. فرج الله عليكم جميعا ان شاء الله. في رؤيه ثانيه استاذه شيماء؟ اتفضلي يا بنتي. كان في حد متقدم لي؟ نعم. نعم. كان في اتنين متقدمين لي. تمام. يعني تمام. واحد حلمت بيه ان هو في المسجد، وانا احنا فين؟ في المسجد. نعم. بس في عاصفه جت خدتني من المسجد وبتبعدني بعيد عنه، فبصيت لي كده وحزين بيقول لي انت اللي اخترتي كده. وحلمت بالشخص التاني، حلمت ان هو بياكل عندنا في بيت ستي، بياكل فته، عاملين ان احنا عندنا عزومه كبيره، وحلمت بيه ان هو بياكل الفته معانا مع عيلتي وكده. نعم. بس كده، جزاك الله خير. اللي حضرتك شفتيه دوت حصل بينكم كلام كتير، واخده بالك؟ وانا شايف ان في ميل ليكي ولكنه لم يتخذ خطوه ايجابيه، صحيح؟ ثاني واحد الاولاني ولا الثاني؟ اللي هو بتاع الفته. صح كده؟ وانت مياله ليه ولكن لم يتخذ خطوه ايجابيه لغايه دلوقتي؟ هو كان متقدمني كذا مره وانا مترددة. بالظبط كده، بالظبط. وانت متردده بين الاثنين دلوقتي، هل تستكملي مع هذا الشخص اللي دخل بيتك وكل، ولا تبصي على الشخص الثاني اللي في المسجد؟ انت متردده بين الاثنين يا بنتي. يا شيماء، شوفي، عايزك ان شاء الله الثلاث والاربع والخميس، هنقول الاثنين والثلاث والاربع، ثلاث ايام دول تعملي فيهم استخاره، ويوم الخميس الجاي ان شاء الله تشرفيني بالاتصال او تكلميني على 17 64 واضغطي رقم 3
وان شاء الله تقولي لي الجوء اللي هتشوفيها، وان شاء الله يكون الاستخاره فيها خير، وان شاء الله هنختار مع بعضنا مين اللي يقع عليه الكلام ان شاء الله. معي ومعكم السلام عليكم استاذه. استاذه ام ياسر. ايوه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ام ياسر من حلوان. نعم يا ام ياسر. لو سمحت انا بص ليها ثلاث رؤى عشان كل مره بتفصلني رؤيا وبيبقى تمثل الرؤى الباقيه. حاضر حاضر. هقولهم مره واحده وبعدين حضرتك تفصلني اني ما بسمعش من التليفون. حاضر اتفضلي يا ام ياسر اول واحده. طيب اول رؤى انا كنت تملي بدل لاولادي في حاجات كتير يعني. وبعدين يوم حلمت ان سيلفي اخو جوزي اسمه نور الدين هيتجوز واحده اسمها دعاء قريب، لان انا كنت بطلب من ربنا ان ابائي تتحقق قريب. نعم. ما اعرفش ده ليه علاقه بالحلم بال هو نفسه ولي. هو نفسه هيتجوز ولا انت شفتيه في المنام؟ هو لا هو مش هو في الحقيقه مش متجوز، بس انا حلمت ان هو هيتجوز واحده اسمها دعاء. ان شاء الله. ربنا ييسر له كل امن عسير يا رب. اتفضلي. دي اول رؤيه. الرؤيه الثانيه. بص انا يعني اسمع التفسير بعد ما اقفل بعد اذنك. طيب ماشي قولي بس. الرؤيه الثانيه ابني بيدور على شغل حاليا. فهو حلم ان هو يعني قابل خاله وخاله بيدرس له بيديله كورسات يعني وكده، هو المدرس بتاعه. نعم. وحلم ان هو يعني عايز يجي عندنا عشان يكون عندنا، اللي هو خاله متوفي. نعم. دي الرؤيه الثانيه. هو خاله متوفى؟ اه. طب ومدرسه ازاي؟ اه خاله متوفى. يعني كان بيدرس له قبل ما يتوفى؟ نعم. يعني كان بيدرس له؟ لا ما كانش بيدرس له خالص. ده كان في الرؤية كان بيدرس له. اه في الرؤية ان هو كان بيدرس له بيديله كورسات يعني وكده. وعايز يجي علشان ايه؟ بقول له انت وحشتنا وماما عايزة تشوفك تعالى كل عندنا. طيب ماشي اتفضلي حضرتك. دي الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة هو ابني برضه حلم ان هو تايه، هو بيشتغل في الإرشاد السياحي يعني. فحلم ان هو تايه وبعدين قعد تايه جامد وبعدين لقى نفسه في زي جراج قديم او مقبره للسيارات القديمه يعني. وقبل ما الباب يقفل الحمد لله قدر يخرج، يعني قبل ما يعني الباب كان هيقفل عليه وقدر يخرج بعد كده من المكان اللي هو اللي جاي فيه. تمام. هو كان بيدور على شغل يعني. هو دلوقتي بيدور على عمل تاني؟ هو بيدور على عمل اه. بالظبط. على عمل ثابت يعني، هو اصلا بيسافر فبيدور على عمل ثابت في مصر. اه هو دلوقتي بيدور على عمل تاني، ما هي جوقيا بتقول ان هو بيبحث عن امل اخر. اه هو بيدور على عمل تاني ثابت يعني. نعم، يبقى ده تفسير جوقيا الثالثه ان ابن حضرتك سوف يجد ان شاء الله عملا. اه في الكتاب واسمع حضرتك؟ هيلاقي عمل تاني. طيب خلاص ماشي اتفضلي حضرتك. الحاجه ام ياسر انت بتشوفي ان انت يعني في حد اللي هو نور الدين اللي ربنا كرمه ان شاء الله رب العالمين ومقبل على الزواج من بنت ما دعاء. الدعاء هنا رمز لانه يبحث عن واحده بنت حلال. فانا بقول له يا اخ نور الدين لا تتعجل الامور، فان هناك ان شاء الله عروسه ليك ان شاء الله ستكون طيبه وبنت حلال، ما تتعجلش لانك كذا واحده بتبص عليها. تمام. اما ان حضرتك ابنك بيدور على عمل وخاله مدرس، ودي الرؤيه دي مرتبطه بالرؤيه الثالثه ان هو في الحالتين بيغير من نظام عمله بانه ياخد كورسات، واخده بال حضرتك، وان شاء الله بيخرج من الطياره، فان شاء الله ربنا هيكرمه بعمل سوف يلقاه. اما ان خاله يجي ياكل عندكم فده الهم والكرب اللي موجود دلوقتي اللي هو مشقه البحث عن الوظيفه، وان شاء الله ربنا يشرح صدره ويلاقي باذن الله عمل طيب لي. معي ومعكم اللهم صل على سيدنا محمد. أستاذة أسماء السلام عليكم يا أستاذة أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ أهلا بك يا أستاذة أسماء، يسر الله لك. بقول لحضرتك اتفضلي. بقول لحضرتك الوقت يعني كل ما باجي أنام بحس يعني إن واحد بيجيني بشكل جزئي بس عاوز يجمعني وكده. بإيه؟ بيجي إزاي؟ هو كان الاول كان بحلم يعني من باجي انام. ان هو بيحاول يتعدى عليكي او شيء؟ اه فبعدين الاول كان بيجي لي بشكل اي حد تاني من اصحاب جوزي او اي حد غريب عني. الوقت بقى يجي لي بشكل جوزي وكده. بيجي لك في شكل الزوج؟ اه. اتفضلي. أيوة
قهوه وكل يعني، وحتى وقت الظهر وقت الليل وكل ما باجي انام بيجي لي برده بشكل جزء كده. طيب يا شيماء، شوفي يا شيماء، انت مقصره شويه في الصلاه؟ يعني ساعات وساعات، يعني ساعات بصلي وساعات بترك الصلاه وكده. بس يعني مقصره في الصلاه. كملي يا شيماء. اتفضلي. ده اول حلم. ثاني حلم انا كنت عامله عمليه ونايمه عند بيت اهلي، حلمت ان انا بصطاد سمك من جسر. اصطدت السمك وكده بس ما خدتوش، طلعته من على الجسر وحطيته على السكه وسبته ومشيت. طيب انت يا، انا عايز اسالك سؤال تاني يا اسماء، معايا؟ ماشي. طيب انا ايوه مع حضرتك. انا شايف ان في حد اليومين دول انت سمع حد بيتكلم كلام، الكلام ده مش حقيقي، ووصل الكلام عنك ان انت بتقولي كلام مش حقيقي والكلام ده ما بيحصلش. لا ما فيش كلام الحمد لله يعني وكده، يعني ما ليش اختلاط بحد. انت مالكيش اختلاط بحد لانك بتصطادي سمك، وصود السمك اللي انت بتعمليه ده، انت سمعاني ولا انا مش شايف الكلام بيقطع؟ صيد السمك اللي انت بتقوليه. ايوه لا سمع حضرتك. طيب صيد السمك اللي انت بتصطاديه دوت في المنام، ها، بيدلل على ان في حد بيقول بعض الاكاذيب او بعض الامور، اخبار بتوصلك الامور دي مش حقيقيه. تمام كده؟ ايوه. بس كده الحمد لله انت سمعتي فهمتي. ايوه تمام. تمام، هو ده صيد السمك. اما الامر الثاني فان حد بيجي لك، انت دلوقتي يا اسماء بتعاني من امر عايز اقول لك عليه، صح؟ الامر الاول انت لو حبيتي تقراي القران بتلاقي نفسك نعسانه، ولو حبيتي تصلي بتلاقي نفسك بتنسي وبتنامي كتير، صح كده؟ ايوه. تمام؟ ايوه صح. وبتحصل احيانا كتير مشاكل بينك وبين الزوج على اتفه الاسباب. ايوه صح. وساعات كتير بيناموا بالليل وانتوا غضبانين من بعض. انا عايزك تعملي اذكار الصباح والمساء، وعايزك تقرأي يوميا سورة البقرة، وعايزك تواظبي على صلاتك وتقومي تصلي قيام الليل، وتطلبين من الله سبحانه وتعالى أن يطرد من بيتك شياطين الإنس والجن. تمام؟ لأن أنت في حال تحتاجين فيه العودة إلى الله تبارك وتعالى، لأن موضوع صيد السمك مش كويس. وأنت لما سمعتي وترجمتي الكلام كويس عرفتي أن أنا بقولك الكلام والحمد لله صح. الأمر الثاني اللي أنا بتكلم أن أنت اللي بيجيلك شخص بيحصل نوع من الجماع، وانا عارف ايه اللي بيحصل بعد كده لما بتصحي الصبح وبتجدي ايه على جسمك وبيحصل القصه دي كلها، فانت المفروض تقرا عليك الرقيه الشرعيه، ولازم تقرا سوره البقره ليس لها من دون الله كاشفه. عايزك دايما اي مصيبه ليس لها من دون الله كاشفه. انا عايز كلنا نستعين بالله، كلنا نعلم ان الله تبارك وتعالى هو القوي المتين سبحانه وتعالى. ربنا بيحطنا في اختبارات، بيحطنا في امور ومشاكل بين الازواج، بيحصل لنا مشاكل كذا وكذا وكذا. انا عايز كل واحد كده يشوف يا ترى قبل ما بتحصل مشكله او ساعه حصول المشكله، انا مش عايزك وعايزك على طول تحصل لك كده الهيجان والضيق قبل ما يحصل لك المشكله. لو عندك امر متعلق او امر فيه اعاقه او شيء، ابحثي حوالين منك. زوجك زعلان منك، في قطيعة رحم، في ضيق مع ربنا سبحانه وتعالى، في ايه؟ اين انت ممن كنت قبل ذلك؟ انت كنت فين الاول ودلوقتي بقيتي ايه؟ كنت الاول عاملة ازاي؟ ذلك كتير قوي قوي لما بحل مشاكل بين الزوجين بقول يا جماعة سنتين ثلاثة وبيحصل مشاكل. طب ما نحاول نجرب، اذا كان حضرتك او حضرتك نجرب اول اسبوع كنا مخطوبين لبعض كنا بنعمل ايه؟ تمام؟ حياتنا كانت عاملة ازاي في الزواج؟ في اول بدايه ليه ما نعيدش هذه الاوقات وهذه اللحظات علشان نجدد حياتنا تاني ونعمل بعد كده حاجات يعني تفرحنا، لان العمر لحظه، وفي لحظه ممكن الواحد يجيله ضغط وسكر وقلب وكده، وده يفقد شريك حياته لان دماغه تعبانه. هكمل بعد عشان ما اطولش على الاستاذه ام ابراهيم. السلام عليكم يا ام ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضلي يا ست الكل، تفضلي. أنا كنت شفت رؤية إن جوزي اتجوز
اسمع صوتك بس مش سامع صوت حضرتك. لقيت شفت في رؤيا ان زوجي اتجوز خلفه اختي. وانا عرفت في الرؤيا ان هو اتجوز. هو رافضه جوزي ستك، يعني ما كانش بيتكلم خالص. فانا قمت من النوم على عياط شديد، يعني حتى قمت لقيت تعبانه من كتر العياط. نعم نعم. جوز حضرتك يا ام ابراهيم تاجر؟ نعم. تاجر، جوز حضرتك بيتاجر يعني بعد الوظيفه؟ لا. يعني هي الوظيفه بس، دخل واحد بس اللي عندكم؟ طب جوز حضرتك اليومين دول يعني ناوي ان هو يفتح مشروع جديد او يشارك حد او يعمل حاجه؟ لا. وهو راضي بالقسمه اللي هو فيها ديت او الشكل اللي هو فيه؟ هو شغال. طيب انت حاسه ان هو بينكف فيكي وفي ضيق بينكم؟ هو شويه. فانت شايفه ان هو دايما هاجج من البيت ومش قاعد في البيت؟ صح كده؟ طيب انا مش عايز اقول لك ان هو يعني انا شايف حتى ان هو مش ملتزم مع ربنا في الصلاه وفي الالتزام عموما مع ربنا، صح؟ وفي تقصير، وفي تقصير، في تقصير معاكي في الحياه. صح كده؟ يا شيخ خير ان شاء الله. انا عارف اصل الشيخ دايما بيبقى زي الطبيب، فانت لما بتتكلمي فانا من الرؤيه ومن الكلام بتاعك ببقى حاسس ايه هي كمان الوجيعه او الشيء اللي ممكن بيكون مضايقك. لذلك انا بحب اللي بيتصل بيا دايما وهو بيفضفض في الرؤيه، الناس كلها بتبقى سامعاه وحابب ان هو يسمع راي الشيخ ورده عليكي، فبيطمن اكثر ان شاء الله. فانت مكروبه دلوقتي يا ام ابراهيم. والرؤية الثانية يا شيخ على طول اشوف ان في جاموسة لا مؤاخذة يعني بتجري ورايا. في ايه؟ في لا مؤاخذة جاموسة بتجري ورايا على طول وانا ببقى عايزة اهرب منها. جاموسة بتجري ورايا. بحاول اقفل الباب ما بيتقفلش. ام ابراهيم انا عايز اسالك، انت في مشاكل جاية لك من عند اهل زوجك؟ شويه. في ان انا غريبه وسطهم، بالظبط كده. يعني هي دي الايه التفسير الرؤيه. هتقولي لي عرفت ازاي شيخ مصطفى؟ مش هقول لك دلوقتي، هقول لك كمان شويه. هتقولي لي عرفت ازاي؟ هقول لك بس مش دلوقتي. ان شاء الله رب العالمين. شوفي الجاموسه اللي تجري وراكي دائما ما تكون الارحام، وانت دلوقتي في صله رحم مع زوجك واهله، كون انها تجري وراكي فده معناه ان في امور بتجي لك من خلالهم، واسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. خدي بالك انت غريبه عليهم، طباعك لسه ما حصلش بينكم. انت معايا ولا خلاص؟ طيب طباعك لسه ما تواصلتش معاهم، لكن بالرغم ان انت حاسه حد حوالين وراكي، الا ان من فضل ربنا سبحانه وتعالى، اعلمي من فضله تبارك وتعالى انك ستكونين الافضل عندهم جميعا ان شاء الله في القريب. معي ومعكم استاذ سامح. استاذ سامح، ربنا رزقني بمولود. نعم. وانا بصوره بالموبايل عشان اوري الصوره لمامته. استاذ سامح، لما تكون استاذ سامح في المستشفى او حاجه. وانا صورته عشان اوريه لها على الموبايل. استاذ سامح. طيب استاذ سامح اول ما فتح الخط اشتغل في الرؤيه على طول، فانا لحقت نص الرؤيه، ف نشوف باتصالك مرة أخرى أستاذ سامح علشان إن شاء الله نسمع رؤية من أولها، لأن السادة المشاهدين دلوقتي قاعدين بيقولوا في إيه وبيتكلم في إيه، لكن أنا في انتظار حضرتك الاتصال مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. طيب معي ومعكم الأستاذة أم محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمود. ألو، السلام عليكم. أم محمود السلام عليكم. لو سمحت أنا عايز أقول لحضرتك حلم. اتفضلي. لو سمحت، انا حماتي حلمت ان هي كانت في اوضه مع حمايا، وحلمت ان دخلت فلقت حمام كتير كان الريش بتاعه متنتف كده. عملت ايه في الحمام؟ اخدته؟ نعم. خدت حمام كتير؟ لا ما خدتهوش، هو لقيت كان متنتف كده، فقالت يا خساره ده ميت. ولقت في وسطه كده وركين بط، فبعد كده خرجت هي وحماية فلقت أرنب صغير كده بيجري، فبتقول الأرنب ده إزاي خرج منهم هم ميتين.
بس عايزه اعرف مع ام محمود انت يعني. مع ام محمود انت حاسه ان في حد بيعمل معاكي مكيده او بيوقع بينك وبين حد عزيز عندك؟ اه. ربنا يشرح صدرك يا بنتي ويشرح لي صدري ويسر لنا امرنا جميعا يا رب. انت في حد حاسه ان هو بيرغب كلام ما حصلش منك؟ ايوه. ان شاء الله رب العالمين الله ناصرك، وان شاء الله الاخبار اللي كلها وحشه اللي بتتقال عنك ان شاء الله رب العالمين باذن الله هتنتهي، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيسعدك باذن الله تبارك وتعالى. السيده الفاضله ام صلاح الدين من الجزائر. يا ام صلاح الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا ام ابرار من السعوديه التي دلتنا عليكم ونحن سعداء بمتابعتكم. اسعدكم الله واسعد الله حياتكم وبارك الله بارك لكم. الله فيكم. الله يبارك فيك ويسعدك. امين جميعا واياكم. يا شيخي عندي ثلاث رؤى قصيره سأذكرها على الترتيب الذي رأيتها فيه. نعم تفضلي تفضلي. الرؤية الأولى رأيت أني أقول رأيت أني أقول هذه فرحة 33 فقط، هذه واستيقظ. تقودين ثلاثة تقودين ماذا؟ نعم؟ بتقودي إيه؟ أقول هذه فرحة 33. نعم. فقط هذه الرؤية. نعم. أما الرؤية الثانية بعدها بأسبوع تقريبا رأيت أني أقرأ الآية فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. حقا. نعم. نعم. أما الرؤية الثالثة رأيت كأني أسير مع أبنائي الثلاثة فوجدنا في الطريق رجلا ضخما جدا كأنه ممن يمارسون رياضة كمال الأجسام. نعم. وكأنه يقطع الطريق على الناس، فقلت لأولادي اقرأوا معي الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فبدأنا نقرأها أو أقرأ ويعيدون ورائي أولادي لا أذكر جيدا، المهم نقرأها جماعيا، ثم كأن في يدي حبة تين كبيرة جدا، حبة تين كبيرة جدا فوق الآدي وناضجة جدا، فجلست مع أبنائي والرجل الضخم وراءنا، جلسنا كأننا في حلقة قريبون جدا من بعض، رؤوسنا عند بعض. نعم. واقتسمت معهم حبة التين الكبيرة وأكلناها وقمنا لننصرف، وكأن الرجل أراد أن يمسك بنا، فبدأت أتعارك معه ويساعدني أولادي واستيقظت على هذا. فقط هذا جزاكم الله خيرا، وإن لم يكن يا شيخ لديكم سؤال أسمعك عبر الشاشة. نعم تفضلي السؤال. لا إن لم يكن لديك حضرتك سؤال. نعم نعم نعم. لي عن الرؤى. طيب أنا أقول لك يا أم صلاح الدين، هل أنت تتعرضين لظلم كبير في حياتك من شخص أو من أحد لا تأخذين حقك منه؟ في الماضي نعم، ولكن نعم. الآن فوضت أمري لله. نعم نعم هذا يحدث في الماضي. نعم نعم بريت نعم. وفوضت امري لله وانا راضي. الحمد لله رب العالمين. تعلمين يا ام صلاح الدين عندما تحدثتي عن رؤيتك الان وانك اتيت بابنائك وقرات قول الله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث تنزلت عليه سوره ياسين ليله الهجره وهذه اياتها بعد هذا وعد ربي حقا، فاعلمي ان وعد الله حقا في انك فوضت امرك لله فسوف يعيد الله عليك مظلمتك قريبا. هذا الامر الاول. الامر الثاني بقراءه ياسين فاعلمي أن الله سوف يعطيك ما تريدين. الأمر الثالث يا أم صلاح الدين، والله لقد أتى إلي الآن أنك مثل ماشطة فرعون ابنة فرعون التي أوذيت في نفسها وفي أبنائها، فنجاها الله تبارك وتعالى بأن تكون هي وأبنائها في الجنة، فأسأل الله يا أم صلاح الدين
أن يجعل لك في الدنيا حقا وفي يوم القيامة حقك يعود إليك. واعلمي أنه يوم القيامة يأتي المظلوم أمام الظالم فيقول الحق تبارك وتعالى للمظلوم: أيها المظلوم تقدم، ثم يقول للظالم: أيها الظالم لا تتكلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معي ومعكم أستاذة، أستاذة إسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير حال، تفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا حلمت إن أنا زي ما كنت يعني كنت خطوبتي وكده، وعندي الكوافير، فلابسة فستان أحمر ولابسة بدل الطرحة اللي هي الشابو أحمر برضو. وبعدين زي ما يكون وأنا قاعدة في الكوافير هي المراية اللي قصادي مكسورة. نعم. ده حلم. نعم. طيب استاذة اسراء، انت في حد في 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 قرب الفترة اللي انت فيها دلوقتي؟ حد ايه؟ حد يعني في حالة قرب بينك وبينه؟ لا. ما فيش اي حد خالص؟ لا. طيب كان في حد قبل كده والموضوع ما تمش؟ كان في. الحمد لله ان هو ما تمش من فضل الله سبحانه وتعالى، عشان انت قدمتي خير فيه وما حصلش ان اللي قدامك يعني نقول ان هو قدر ان هو يعني يقدر الخير اللي انت عملتيه معاه. صح كده؟ صح. فالحمد لله ان المرايه كسرت، واعلمي انك ان شاء الله بصدد حد جديد ان شاء الله، وهذا الشخص في في الحاله دي في الوقت اللي احنا فيه في مرحله اعداد للتقدم ليكي ان شاء الله، وبشرك بخير ويسر الله لك يا استاذه اسراء. في رؤيه ثانيه؟ بس عندي حلم ثاني. تفضلي. انا حلمت انا المفروض انا في بدي في الكليه بتاعتي بروح عملي في مدرسه يومين، ففي مدرس في المدرسة دي أنا حلمت بيه إن أنا وصحابي قاعدين في الحصة بتاعته، وبعدين هو بيلقح علينا بالكلام. نعم. فأنا وصحابي قلنا له بعد إذنك يا مستر إحنا هننزل، فهو قال لنا ما أنتوش نازلين. فإحنا قلنا له إحنا مش مجبرين إن إحنا نقعد لك في حصة. راح هو مسك الشنطة بتاعتي وراح رميها من الشباك. جميل. والشنطة دي كان فيها حاجتي وفيها التليفون بتاعي وكل حاجة. فبعدين أنا اتضايقت وقعدت أعيط وأضرب فيه وأزعق فيه ونزلت أشتكيه وكده. ونزلت ادور على الشنطه بتاعتي ديت، قلت هنزل بره المدرسه وادور عليها، وزي ما كنا ما طلعت بره باب المدرسه اتلاقيت المدرسه شكلها اكبر واحسن من كده بكتير. هي مدرسه حكوميه عاديه بس انا شفتها زي ما تكون مدرسه خاصه. نعم. بس كده. انت كان في تعلق بامر معين في المدرسه؟ في المدرسه؟ لا. يعني بشخص معين او حد معين؟ لا. لكن انتوا روحتوا المكان بتاعكم ورجعتوا تاني، هذا الرجل المدرس ده هو المشرف بتاعك داخل المدرسه؟ وانت مش حباه؟ يعني عادي. انت بتتعاملي معاه عادي جدا؟ طيب الشنطه التي القيت ديت عشان تبقي عارفه الحمد لله رب العالمين يعني بتدلل على امر مهم جدا. هو ان شاء الله رب العالمين الانسان اللي انت هترتبطي بيه هيكون خارج مجال التدريس تمام. ايوه. تمام؟ أيوة. وان كان انا حاسس ان ممكن يكون في حد يعني كده يعني ممكن يكون في الفتره اللي جايه ديت يحصل بينكم قرب، وانا شايف ان هو مش تبع التدريس ده حقيقي؟ لا هو انا حاليا ما فيش حد يعني، لكن ان شاء الله اللي جاي لك باذن الله تبارك وتعالى خارج هذا المجال. أيوة. اسال الله سبحانه وتعالى يا اسراء ان ربنا يزوقك من فضله، وان شاء الله تكون صديقاتك اللي معاكي في المدرسه بيشاهدوا الحلقه معاكي دلوقتي. اتفضلي. انا حلمت النهارده ان انا راح اجيب بنت خالتي من المدرسه اسمها منى، بس نعم. هي اصلا مش من هنا، هي من القاهره، واختي وصاحبتي برضو راح تجيب اخوها من المدرسه اسمه عبد الرحمن. فانا واحنا رايحين نجيبهم بعد ما جبناهم من المدرسه زي ما يكون كان في نمر بره المدرسه. والنمر دوت مخوف الناس وكده، والناس مستخبيه منه. نعم. بس وانا اخدت منى دي وزي ما يكون هقعد معاها انا وهي في اوضه. بس. طيب خير ان شاء الله. انت الفتره اللي فاتت دي كنت في حد معين بتتمني ان انت ترتبطي بيه بس ما حصلش بينكم كلام؟ ايوه صح. الحمد لله رب العالمين. طيب انا زي ما قلت هو وهو خارج مجال التدريس صح؟ صح يعني ده الرؤيه اللي انا قلت لك عليها قبل كده. تمام. أيوة. تمام كده؟ فالشخص ده انا زي ما قلت لك ان في حد بيعد نفسه الفتره اللي جايه دي عشان يحصل بينكم كلام. شوف انا لفيت بالكلام ورحت جايبك من ورا ازاي، قلت لي ما فيش اي حاجه، وقلت لك الفتره اللي فاتت، فقلت لي بالفعل في حد موجود. ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين اتمنى لك كل خير، وكل المشاهدين في كل العالم كله يتمنوا لك الخير،
بس انت عارف على طول تقولي لي على طول انت لما بتحضري الدرس بتبقى فيه ايمز كده واهداف سريعه، فانا بدخل على طول على الايه الشرح. تمام، فاسال الله سبحانه وتعالى بنتي ان ربنا يرزقك وكل البنات المسلمين والمسلمات ان يرزقهم الله سبحانه وتعالى برجال يعرفوا قيمتهم وشباب طيب. اسال الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الخير، ويسر الله لكم جميعا. اوعوا حد يسيبنا عشان احنا وقتنا ضيق، هنروح فاصل ونجيلكوا على طول ان شاء الله. مستشفى الولايات العربية المتحدة United Arab States لصاحبها الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم، أرقى الخدمات الطبية، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، تحديد نوع الجنين، علاج الذكورة المتقدمة، تحقيق أعلى نسب نجاح، أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه، وحدة علاج العقم، قسم الأطفال المبتسرين، عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما. مستشفى الولايات العربية المتحدة، الخبرة، الجودة، التقدم. 0-40-19-731 أو رقم 0-22-49-388-64 أو 0-10-36-35-125 0-100-11-52-174. العنوان: شارع جسر السويس مع أحمد أسمط، أمام بوابة 4 نادي الشمس. الأحلام سلسلة من الصور والأفكار، قد تكون بشرى وقد تكون إنذار. أحلاماً منها الغامضة ومنها المقلقة، ومنها من تشعرك بالسعادة، ومنها من يتكرر معك أكثر من مرة. كل هذا تريد له تفسير، اتصل على خط الأحلام للشيخ مصطفى فتح الله، اتصل على 17-64 واضغط رقم 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. منتظرين اتصالاتكم السريعة، ومنتظرين كلماتكم الطيبة، منتظرين إن احنا نستمع إليكم وإلى كل رؤاكم وأحلامكم. كلنا آذان صاغية. كل يعني شوف أهل الجزائر دايما يقولوا احنا بنتصل دايما ومش قادرين نتواصل معاكم، لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى دائما بيكونوا يعني معنا على الهواء دايما، ودايما أهل الجزائر معنا. أسماء، طيب تفضلي أستاذة أسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بيكي أستاذة أسماء. قول لحضرتك أنا كنت بكلم حضرتك دلوقتي. طيب تفضلي يا أستاذة أسماء. يعني ما كملتش الاحلام من حضرتك. نعم، انت لسه في احلام تانية؟ فبقول لك كده. بقولهم احلام من حضرتك وده التالت. طيب اتفضلي.
بقول لحضرتك حلمت ان انا قاعدة في حتة فبرضع طفلة يعني برضعها واللبن مش نازل من الثدي بتاع ثدي وكده. نعم. فبقول لها رضعي يعني انا مش عارفة ارضعها واللبن فمش نازل يعني ليه؟ ده اول حلم. تمام اتفضلي. وتاني حلم حلمت ان انا اشتريت 4 شباشب وسبتهم ومشيت. نعم ماشي بس كده. اسماء انت متزوجه؟ متزوجه. وعندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. طيب خير والله خير ان شاء الله والله ربنا هيرزقك باذن الله. انت هم نفسك ليه وشايله الهم كتير قوي ان شاء الله. تمام خدي بالك ان انت دلوقتي في مرحله الطفل موجود وبترضعي الطفل ولكن لسه اللبن ما نزلش. تمام ان يا بنتي في محاولات ان شاء الله رب العالمين باذن الله ان انت تحملي وان شاء الله رب العالمين هذه بشرة طيبة ان انت متجهزة تماما من فضل الله يا رب. ده اللي فضلت الشيخ. حاضر انا هخلي الناس كلها شوفي دلوقتي الجزائر والمغرب والسعودية بيتفرجوا علينا وناس صالحين من مصر وناس من كل الدنيا بيشوفونا وبره برضو في بلاد اوروبية ناس بتتواصل معنا حتى في الفواصل وناس بتكلمنا ونفسهم ان هم يدعوا للناس وان شاء الله رب العالمين احنا بندعي لك وهم كمان بيدعوا لك في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة الجمعة ساعة اجابة. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يطعمك رب العالمين وان يطعم بناتنا جميعا ورجالنا جميعا يا رب بكل خير. معي ومعكم استاذة ام عثمان. استاذة ام عصام. ايوه السلام عليكم. يا مرحبا يا ام عصام يا مرحبا. ايوه عايزه حلم عايزه افسره يا شيخ. اتفضلي يسر الله لك. بس انا هقوله وبعدين تقوله لي من التلفزيون عشان سمع التليفون كويس. اتفضلي. مرات ابني حلمت ان هي يعني كانت حامل وفي مستشفى وبتولد بس كانت بتعيط قوي وبعدين ولدت بنتين. تمام. وبعدين بتقول البنتين كانوا كويسين قوي وفرحانه بيهم وابوها وجوزها يعني كان واقف معاها وفرحانين بيهم. وبعدين خدتهم شالتهم ونزلت من المستشفى وراحت ودتها في عربيه باباها في الشنطه بتاع عربيه باباها بس كانت فرحانه بيهم قوي وابوها فرحان وجوزها فرحان. وانت اكيد فرحان. ده الحلم ده. ايوه اتفضلي. في رؤيه ثانيه؟ لا هي دي بس. طب يا ام عصام هات حضرتك من التلفزيون. انا بس عايز اقول لك ان انت بتحبي مرات ابنك قوي قوي صح؟ نعم. انت بتحبي مرات ابنك قوي وهي طيبه. ايوه بحبها جدا وهي طيبه وبنت حلال. ايوه بحبها جدا وهي طيبه وبنت حلال. لا جدا زي بنتي وان شاء الله ربنا هيطعمها وباذن الله ربنا هيصل لي كل امن عسير ان شاء الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. معي ومعكم استاذه اسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابنتي. ممكن اقول لحضرتك حلم صح؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. لو سمحت زوجي حلم ان انا خلفت ولد يعني. نعم. وبعدين هو نايم في المكان اللي بينام فيه الاطفال. نعم. فهو بيصوره بالموبايل. نعم. فهو بيصوره كده بيقول لنفسه يعني هو زوجي ما شاء الله هو شكله ابيض ومناخيره مدوره وشكله حلو يعني. ده جوزك ولا اللي بيتصور؟ لا ما هو زوجي اللي بيصوره. طيب بالموبايل يعني. نعم نعم. وبعدين بيقولوا له هتسميه ايه؟ فقال لهم محمد ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. استاذه اسماء زوج حضرتك زوج حضرتك مواظب على الصلاه وملتزم كده؟ الحمد لله جدا. فضل من الله ونعمه. هو باين ما هو باين لان هو الرؤيه لهذا الشخص او لهذا الطفل اللي شافه. انا سامع حضرتك. الطفل الجميل اللي شافه جوز حضرتك دوت ان شاء الله بشرى طيبه لامر وخبر طيب انتوا في انتظاره. سامعني؟ ايوه. ده حقيقي؟ مش سامع حضرتك قوي. بشرة او امنية طيبة انتوا في انتظارها قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. انا ابشرك خير ان شاء الله هذه الرؤية طيبة وان ربنا هينولكم اللي انتوا طالبينه
وان شاء الله رب العالمين يا بنتي ربنا يطعمكم ويسعدك ان شاء الله رب العالمين انت وزوجك، وعليه ان شاء الله ان يكثر من صلاة الليل انت وهو، لان الامر معلق بايه؟ بمحمد. اللهم صل على سيدنا محمد، ومحمد هو قوة الدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من صلاتي في قيام الليل، وتصدقي وتصدق يا أخي محمد، وأسأل الله أن يطعمكم خيرا بإذن الله وينولكم لبالكم. معي ومعكم أستاذة دعاء، السلام عليكم. أستاذة دعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير حال. الحمد لله. دمتم عندي بخير. عندي حلمين ممكن أقولهم؟ تفضلي. طب معلش هقولهم واسمعهم من التفسير من التلفزيون. تفضلي. طيب هو الحلم الاولاني ان انا كنت شفت منطقه يعني حته فاضيه بين ثلاث بيوت. الحته دي في قلبها يعني زي مسرح كده، بس هو مش مسرح، هي صبه عاليه عن الارض، وفيها الحته ديت يعني مدهونه، الحيطان نفسها اللي هي بتاعت البيوت اللي هي في يعتبر في جنب البيت وظهر البيت، الحته اللي هي في النص دي مدهونه كلها، وموجود على الصبة دي ورد لونه بمبة، وفي على كل حيطة على الثلاث حيطان شبابيك سرير حديد ذهبي، ومتعلق فوقها براويز قرآن. والحتة دي كانت منورة قوي. وبعدين لقيت زي ما يكون يعني أنا عجبني المنظر دوت فبصوره بالموبايل. فبعدين إن أنا يعني كنت جاية متجوزة، بس مع العلم إن أنا مش متجوزة، أنا مطلقة. وان جوزي يعني عايزني، فروحنا البيت وطلعنا، فيدوبك يعني بس يعني قبلني يعني. فبعدين زي ما يكون عمال جايين يعملوا حاجه، ف يعني ندهوا عليه او خبطوا عليه، فنزلنا تحت عند والدته، وبعد ما الناس دي خلصت قام واخدني وطالع تاني، وان هو مش خايف من مامته، يعني ان هو مش عامل يعني ايه ان مامته هتتضايق منه او كده، لا ان هو عايزني وخلاص مش خايف من مامته. ده حلم. طيب اتفضلي يا دعاء. الحلم الثاني ان انا كنت يعني مع الفنانه شكار، كانت بتمثل فيلم تقريبا من ايام الهجره او من ايام البدو حاجه زي كده. المهم ان هي كانت لابسه يعني اللبس دوت، اللبس بتاع البدو ده، وكانت بتجري وانا كنت ماسكه في ايدها وبجري معاها، لان كان في ناس من الفيلم بيجروا وراها. بعدين وصلنا لطريق عالي، الطريق ده برضو واقف عليه ممثل كان بيوجه لها كلام، فانا سبتهم هما الاثنين بقى مع بعض، قمت طالع على الطريق العالي دوت ومشيت. دخلت اوضه كبيره على ايدي اليمين كان فيها سرير وكنبه، وبعدين لما دخلت انا المكان ده المفروض ان هو ما فيش فيه مسلمين، وانا عايز اصلي قبل ما حد يشوفني. فقفلت، وانا بقفل الباب لقيت بنت كانت شايله تورتايه وولد صغيرين عايزين يكشفوا عليا، فقلت لهم لا انا مش هدخلكم دلوقتي، شويه كده اما اخلص هدخلكم. دعاء انت مطلقه بقالك قد ايه؟ عماله ادور على مصلي عشان اصلي. لقيتهم برضو ايه بيخبطوا، ففتحت كان في الباب شباك صغير، فتحت وببص عليهم، فلقيت البنت اللي هي معاها تورتايه واقفه على السلم وهتمشي، فبقول لها انت رايحه فين؟ ما تمشيش، استني انا هخلص وهفتح لك. تمام. فبعدين قمت رايحه مدوره على المصليه، لقيت مصليه ويربك صليت ركعتين من الظهر، المفروض ان انا هصلي الظهر، عايزه اصلي الظهر. فانا بصلي بعد ما صليت الركعتين وقاعده وبقول التشهد، لقيت طليقي جه قاعد قدامي على المصليه، ولقيت نفسي ماده رجلي اليمين وهو بيمشي كفه رجله اليمين على كفه رجلي اليمين، وبعد ولقيت واحده ست كانت قاعده على الكنبه. وخلص الحلم على. طيب انت مطلقه بقالك قد ايه يا دعاء؟ بقالي شهور العده هتخلص يوم 28 اللي جاي ده. انت شهور العده هتخلص يوم 28. إيه؟ وجوزك عايز يرجعك. وفي حد عايز يخطبك. وحد عايز ايه؟ عايز يتجوزك. يعني جوز عايز يرجعك في نفس الوقت حد عايز يتجوزك. في حد تاني عايز يتقدم لك. لا هو مفيش حد تاني يعني بصراحه. هو في حد عايز يتقدم لك بس جوزك بيبذل. ما اعرفش برضه الموضوع ده. بس جوزك عشان جوزي عايز يرجعني. هو جوزك عايز يرجعك ده هو يعني ميت عايز يرجعك. والحد التاني دوت انت يعني مش بتفكري في اي حد تاني غير ان انت عايزه ترجعي لجوزك. ودنيتك بتبقى بتقول لك ان شاء الله ترجعي لجوزك. انت طلقتي عند مأذون؟
طلقنا عند معزوز. طيب ابعتي لي انا عشان هكتب كتابك على جوزك وهشدكم من ودنكم انتوا الاثنين عشان ما حضرتك الحلم الاولاني عشان ما يبقاش في طلاق تاني. اسمعيني بس الاول، انا بتكلم من الاخر للي بعد كده تمام. لان الحمد لله رب العالمين المنطقه اللي فيها ورد بامبا ومنطقه واسعه وكده، انت في حر في حد فرق بينك وبين جوزك وملى دماغه بحاجه فطلقك في لحظه غضب، صح كده؟ فالحمد لله رب العالمين. الامر اللي عدى دوت كله ان شاء الله هيعدي على خير، ودنيتك بتاخدك وبتجري بيكي، الفنانه اللي بتلاقيها بتجري بيكي دي، وان شاء الله طلوعك في المكان العالي دوت، ان جوزك بدا يعرف قيمتك وعايز يرجعك علشان عرف ان انت بنت حلال وطيبه، وان كان في حد ظلمك قبل كده وهو وهو عرف قيمتك وفي ناس كانوا السبب في الطلاق وهو زعق فيهم واتخانق كتير كتير جدا يعني، وهو اتخانق كتير قوي قوي مع الناس اللي فرقوا بينكم انتوا الاثنين. طيب اتصلي بيا بقى على 1764 واضغطي رقم 3 الخط الساخن وقولي لي كده ان شاء الله، وانا اخليك جوزك ان شاء الله يرجع لك بالسلامه وتتجوزوا مره تانية. ماشي. هنعزم الاستوديو كله ان شاء الله. استاذه ام مها. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا ام مها، اتفضلي. أيوة. يا فندم. ربنا يسعدكم دايما يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك اتفضلي. ايوه. لو سمحت انا عندي حلمين ممكن اقول لحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا شفت حلم انه هي اصلا والدتي ميته متوفيه. نعم. وحلمت ان هي زي ما يكون جالها فلوس من بيعه ارض او جالها فلوس من اي مكان، وقالت تعالوا انا ليا انا اخواتي تعالوا نجيب لكم حاجات، واشترت لنا حاجات كتير قوي. وبعدين جينا روحنا البيت عندنا البيت القديم بيت والدي يعني. فقعدنا نستريح تحت في الدور الارضي، وبعدين ايه قالت يلا جبت لكم حاجات كتيره اهو ومش عارف ايه وكده عشان ايه تنبسطوا وما تحتاجوش لحد ان شاء الله. فكان في البيت ده بيتنا القديم ده كان فيه شريك مع اخويا برده في المصنع، فلقيته موجود في نفس المكان وعايز يطلع لنا الحاجه يطلعها الدور الثاني. فانا ما قلت له لا ما تطلعش حاجه سيبها ما تطلعش حاجه احنا هنطلعها. بس فانا جيت قايمه لقيت فارين اتنين صغيرين جم تحت رجلي، فانا خفت منهم فقمت منطوره منهم كده، فاول واحد دوست عليه يعني ايه لما اخذ فعصته في الارض كده، والتاني رجل الشمال جت عليه ضربته على دماغه، بس ايه باب البيت كان مفتوح البوابه راح بقى طالع منه جري. فجينا طلعنا ايه طلع لنا الحاجه اللي هو شريك اخويا ده وكده، فبقول له انت زعلانه مني ليه؟ انا ما عملتش فيك حاجه، انت زعلانه مني ليه؟ فانا مش مديله وش الكلام او ان انا اكلمه او حاجه. فالمهم طلع الحاجه، واول مره يقول لي انا بقالي كتير قوي في البيت واول مره اعرف الدور الثاني ده في ايه او اطلع الدور الثاني عندكم في البيت. فالمهم طلعنا الحاجه، فوالدتي بتقول لي ايه كده الحاجه بتلمع الحاجه يعني مظبوطه وكده، طب لفه الجلاش اللي احنا كنا جايبينها فين؟ قلت لها لا معايا اهي انا جبتها وطلعتها بس وصحيت على كده. يا حاجه ام مها انت اكبر اخواتك؟ طب لو سمحت حضرتك الصوت بس شويه. انت اكبر اخواتك؟ لا انا اصغر واحده خالص. انت اصغر واحده في ما انت اكبر واحده يا اصغر واحده؟ انا اصغر واحده. وانت اللي بتجمع الاخوات لان في شويه ضيق مع بعض؟ ايوه. وفي حد بيعمل نوع من الوقيعه بين الاخوات؟ وانت الحمد لله كاشفه كل الناس اللي حوالين منك؟ لو سمحت الصوت مش سامع والله. وانت كاشفه الناس الوحشين اللي بيحاولوا ان هم يوقعوا بينكم؟ ايوه. الحمد لله رب العالمين. ايوه. انت في حد مش يعني الشخص ده انت مش مقبله عليه او بتحبيه والشخص ده انت حاسه ان بيجي منه شر؟ ربنا يكرمك ان شاء الله يا ام مها. أيوة. وينصرك انت واخواتك ويهديكوا لبعض. امين يا رب. يا رب. في رؤيه ثانيه؟ ايوه. اتفضلي. لو سمحت انا كنت حلمت ان انا نايمه على جنب الشمال. نعم. وشفت شخص برضو يعني ايه لما اقصد ان هو بيجادعني بس من ورا. نعم. فانا كنت متضايقه يعني وانا نايمه، فقمت بتضير كده فبزقه لقيت انقلب اختي. اختي الكبيره. نعم. فبقول لها ازاي انت بتعملي معايا كده ازاي ومش عارفه ايه، وبقيت متضايقه وبزق فيها وكده، وقمت لما دخلت الحمام لقيت يعني زي ما اكون برضو يعني حد نام معايا بس في حاجه معرقه بدم كده. تمام.
بس وصحيت من كده قايمه بقى كنت متضايقه من الحلم قوي. شوفي انا عايزه اقول لك على حاجه. انت وصلك اذى من حد. ايوه. وانت بسببه في حاله من الكرب دلوقتي. صح كده؟ صح. ربنا يكرمك ان شاء الله. واعلمي ان نصر الله قريب وان ربنا هياخد لك حقك منه ان شاء الله. انا ارمله اصلا. وهتاخدي منه حقك ان شاء الله. ربنا يصلح لك الحال ويصل لك كل امن عسير يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خيرا ان شاء الله. اسمحوا لي اشرب. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. معي ومعكم الأستاذة أم محمد. أم محمد ازيك يا دكتور؟ أهلا بك يا أم. ربنا يجزيك خير وينور لك بصيرتك يا رب. اللهم أمين يا رب وأنتم كذلك. أنا كنت حلمت إن أنا النهاردة إن أنا حلمت إن أنا زي ما يكون أنا بتخانق مع ناس قدامنا والناس دول أنا معرفهمش. عبارة عن ثلاثة زي ثلاث رجالة ومعايا جوزي. فزي ما يكون جوزي واقف يعني هو عمال بيتكلم بس مش بيزعلهم بيتكلم معايا. وانا عماله بتكلم معاهم وعماله اضربهم بالقلم على وشهم ومش خايفه منهم رجاله وجرجرهم كده زي ما يكون لهم شعر. عماله بجرجرهم من شعرهم واضربهم بالقلم على وشهم. والرجاله دول زي ما يكونوا ساكنين قصادنا. وانا فعلا ما فيش رجاله بالشكل دول ساكنين قصادنا. وبعدين انا بقول لهم انتوا كمان زي ما اكون فتحت الشباك فحدفونا زي ما اكون بطوبه ولا حاجه كده. فانا قلت لهم انتوا بتحذفوا طوب. فانا طيب انا هضربكم تاني. وبقيت اضربهم بالقلمه وجوزي كان واقف بيتكلم معاهم وانا اللي بضربهم. وبعدين ببص انا قلت طب انا هتصل بالشرطه بالنكده. ببص جت لقيت العربيه اللي هي زي بتاعه الاتاري كده اللي هي بتاعه الشرطه دي اللي هي بتنور دي جت. وفي الصف الاولاني قاعد اربع رجاله. يعني هو المفروض بيقعد على الكرسي اللي هو بتاع السواق والكرسي الثاني لا زي ما يكون اربع رجاله قاعدين جنب بعض في الصف الاولاني. ده الحلم الاولاني. الحلم الثاني ان انا حلمت ان انا زي ما يكون في حته كنت ساكنه فيها زمان اسمها رود الفرج. نعم. بعدين قاعده عماله بدعي ربنا وبقول يا رب وزي ما يكون انا هتجوز وهبقى بنت بنوت من اول وجديد وهتجوز جوزي. نعم. وبعدين انا ببص في السماء وعماله بدعي بقول يا رب احنا هنفضل طول عمرنا في الغلب ده. فلقيت في السماء كلمه اليسر. وبعدين قلت ده انا لقيت كلمه اليسر يبقى ان شاء الله هيبقى خير باذن الله. وبعدين ببص تاني من البلكونه لقيت واحد بيسال بيقول انا عايز اسراء الشعراوي. فواحده طلعت جارتي قالت ما فيش حد هنا اسمه اسراء الشعراوي. رحت انا قلت له لا في واحده اسمها اسراء الشعراوي. نعم. فانا كنت عايز اعرف يعني ايه اسراء الشعراوي دي. أنا لا هو في حد اسراء الشعراوي ده موضوع ثاني واخد بالك. لكن في امر ثاني انا عايز اجيبه لك كده من اوله يا ام محمد سامعاني. أيوة. محمد. ايوه حضرتك. انت جوزك راجل طيب قوي. ايوه فعلا هو تعبان وراجل في كرب شديد اليومين دول عنده. ايوه عامل ثلاث عمليات في عينيه وهو السواق. ربنا يعافيه يا رب. انت دايما بتنصحي جوزك بنصايح بس ساعات كتير ما بيسمعش كلامك. انا بقعد اقول له اقرا لك الرؤيه الشرعيه عليك وهو ما بيرضاش. شفتي كده؟ ايوه. وان شاء الله رب العالمين انت في حق ضايع منك انت وجوزك وهيرجع لك يا رب يا فضيله الشيخ. صح كده؟ يا رب. رؤيتك الثانيه انت فسرتيها بلسانك انت يا ام محمد. ايوه. كنت في روض الفرج. وروض الفرج هي روضة من رياض الجنة وفيها الفرج لك ولزوجك إن شاء الله. ربنا ينور له بصره كما ينور له بصيرته. وإن شاء الله رب العالمين قرأتي في السماء كلمة يسر. والله يقول في كتابه إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. أسأل الله أن يفرج كربك وأن ييسر لك حالك أنت وزوجك وأن ينير بصرك يا أبو محمد وأن يذهب عنكم ويطرد من بكم شر شياطين الإنس والجن. وانت عارفة يا أم محمد ماذا أقصد من شياطين الإنس والجن. والله أعلم. أستاذة نهى السلام عليكم. يا حضرتك يا شيخ
عامل ايه؟ الحمد لله بخير حال. يا مرحبا. الحمد لله، مرحب بيك، ربنا يخليك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. استاذنك يا مصطفى، انا عندي ثلاث احلام يخص موضوع واحد بس، كنت عايز معاك بالتليفون. اتفضلي. انا كنت استخرت ربنا على شخص يعني من حوالي كام شهر كده يعني. حلمت بعد رؤيه، بعد الاستخاره، ان انا ماشيه مع واحده صديقه اسمها داليا البدري. نعم. وانا ماشيه معاها في الشارع، فهي وقفت تشتري عنب من حد بتاع عنب، بس انا وقفت استناها بعيد. فالراجل بتاع العنب راح ناديه لي وقال لي تعالي خذي العنقود ده. قلت له لا شكرا. قال لي لا خذي العنقود ده. فخدت العنقود وكلت منه وكان طعمه مسكر. ده اول حلم. اتفضلي. تاني حاجه حلمت ان الشخص اللي انا استخرت ربنا عليه ده، حلمت ان هو جايب لي هديه، علبه بودره، البودره بتاعت المكياج دي. وبعدين لقيته بيكلمني في التليفون وكانه وبيقول لي، زي ما يكون مستغرب ان انا لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، وزي ما يكون بيقول لي ايه، واحده زيك قلبها حنون. وانا ماسكه العلبه، علبه البودره دي محطوطه في علبه كده زي بتاعه الشبكه كده او علب الهدايا، فبفتحها وكنت عايزه احط منها بس والدتي ندهت لي، فرحت شايلاها يعني، قلت احط منها بعدين. ده تاني حلم. تمام. تالت حاجه، بس استاذنك اسمعه في التليفون عشان انا مش جنبي التلفزيون. تالت حاجه، حلمت اني انا والشخص ده كنا زي ما يكون في مكان زي كافيتيريا يعني، وبعدين المفروض ان احنا هو عايزنا نطلع نقعد في الدور الثاني، فانا بقول له طب نقعد هنا، قال لي نطلع فوق. جيت اطلع فوق لقيت السلم طلوعه صعب، فقلت له لا خلينا نقعد تحت. فقعدنا تحت لان هو كان عايز يشيلني يطلعني، فانا اتكسفت قلت له لا خلينا تحت. فقعدنا تحت، والراجل قدم لنا طبق فيه تسقيه عدس. نعم. وانا كنت باكل في ركن وهو كان بياكل في ركن، بس في نفس الطبق يعني، بس في كل واحد في ركن. بس انا رحت واخده معلقه من قدامه وكلت من الركن بتاعه، وبعدين لقيته بيكلم بابا وبيقول له الوحده مره والغربه صعبه. وكان الشخص ده مربي دقنه كده، دقنه منبته، وفي الحقيقه مش مربي دقنه. بس طيب نهى، انا هسالك سؤال قبل ما تقفلي معايا. انا مش عايزه، انا عايزه اسمع التليفون يعني، مش معايا تلفزيون. طيب انا عايزك تسمعي مني بس، هسالك سؤال وعلى التليفون برضه. طيب الشخص ده انت ما زلت في رباط بينكم؟ لا احنا ما فيش رباط بيننا اصلا. نعم؟ مفيش رباط بيننا خالص. مفيش اي رباط بينكم؟ لا. انت بتتمني الشخص ده بس كان حصل اكتر من مره محاوله للتقدم وفشلت؟ لا لا، هو ما تقدمش اصلا يعني. طيب انا عايز اقول لك ان الشخص دوت ممكن تقفلي واقول لك ان الشخص دوت يعني في رباط بينكم بالفعل. انا هستناكي لغايه ما توصلي للتلفزيون، تعالي صوت علشان اقول لك ان الرؤى كلها بتكلمني او بالاستخاره ان هذا الشخص اذا تقدم ليكي، انت لسه ما حصلش بينكم قرب ولكن انت بتتكلمي عنه كتير جدا وبتشوفي له رؤى كتير جدا، وهذا الشخص اذا تقدم ليكي فانا ابشر خير انه شخص كويس وانسان كويس، لان انتوا في الاخر يعني بتاكلوا في طبق واحد، بس الطبق ده عدس وطعام بينكم انتوا الاثنين، وهذا الشخص ظروفه شويه يعني نقول تعبانه شويه ومش كتيره، او مش يعني نقول ايه يعني ما عندوش خير كتير، لكن هو عنده قلب، القلب دوت عايز يقدمه بخير، ويمكن بعد كده يكون عنده الامل ان ربنا يرزقه من فضل الله ويزيد من رزقه، ويكون ليكم انتوا الاثنين مع بعضكم ان شاء الله خير. هناخد استاذه يسرى وبعد كده هنروح فاصل ونجي لكم على طول. استاذه يسرى، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة يسرى. طيب أخد أم حمادة. السلام عليكم يا أستاذة أم حمادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير حال. يا مرحبا. الله يخليك. أنا إن شاء الله حلمت إن أنا في لجنة،
وعلى يميني زميلتي اسمها بوسينة، وانا صف بيني وبينها وانا على الشمال، واقف علينا واحد اسمه ياسر. جيت ابص في ورقه الاسئله مش شايفاها خالص، مش شايفه ولا اسال فيها. وبعدين قلت وبعدين انا مش عايزه انادي على زميلتي دي عشان اسالها، وبعدين قلت ايه، رحت ماسكه الورقه الثانيه وقلت ورحت مشطره جدول كده الكلمه واعرابها، بس فات الوقت كله لان انا مش شايفه الاسئله دي. نعم هو كده الحلم ده. يا حاجه يسرى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا حاجة أم حمادة. يا حاجة أم حمادة. نعم. شوفي أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنت في أمر، الأمر دوت أنت كل ما تجيبيه مين وشمال مش راضي خالص يحصل. فأنت مفوضة أمرك إلى الله في الموضوع دوت لغاية ما ربنا يحله من عنده، ده صح؟ أيوة إن شاء الله. وإن شاء الله رب العالمين الموضوع ده هيتحل، لانك فوضت الامر الى الله سبحانه وتعالى. وعدم رؤيتك للاسئله اللي قدام منك ديت خير، وخير كبير قوي قوي قوي، لان لو انت شفتي الاسئله هتقعي في مطبات كتير وهتقعي في كرب جديد. فربنا محالك شكل الاسئله دي علشان انت مش مستحمله تكوني في ضيق اكتر من اللي انت فيه، ده صحيح؟ أم حمادة انقطع الاتصال. طيب أنا على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك، لأن لجنة الامتحان هي اللي نقول الإيه، الوقوع في أمور كتيرة قوي ممكن تضيق على الإنسان، لكن عدم رؤية الأسئلة اللي هي الأمور اللي ممكن تفرض إن هي ما نقدرش نجاوبها، فهي الكروب اللي ممكن تصيب الإنسان. أسأل الله أن يفرج كربك، أنت في الآخر فوطي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. برضو محدش يبعد، وإن شاء الله في انتظاركم بعد فاصل، وإن شاء الله هنعود عشان نكمل إن شاء الله اتصالاتكم الجميلة والهجوم الجميل جدا في الاتصالات، وإن شاء الله في انتظاركم. مستشفى الولايات العربية المتحدة يونايتد أراب ستيتس لصاحبها الأستاذ الدكتور محمد مقبل أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم، أرقى الخدمات الطبية، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، تحديد نوع الجنين، علاج الذكورة المتقدمة، تحقيق أعلى نسب نجاح، أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه، وحدة علاج العقم، قسم الأطفال المبتسرين، عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما. مستشفى الولايات العربية المتحدة، الخبرة، الجودة، التقدم. 0-40-19-731 أو رقم 022-49-388-64 أو 010-36-35-125 0-100-11-52-174 العنوان شارع جسر السويس مع أحمد أسمط أمام بوابة 4 نادي الشمس.
الأحلام سلسلة من الصور والأفكار، قد تكون بشرى وقد تكون إنذار. أحلاماً منها الغامضة ومنها المقلقة، ومنها من تشعرك بالسعادة، ومنها من يتكرر معك أكثر من مرة. كل هذا تريد له تفسير. اتصل على خط الأحلام للشيخ مصطفى فتح الله، اتصل على 17 64 واضغط رقم 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودنا إليكم، وبنشرف دائما أن احنا بنعود إليكم. أمر مهم جدا، أنتوا عارفين دائما أن احنا لما بنيجي بنقعد مع بعض بنقول الرؤى، بنقول الأحلام، لكن برضو بنقول النصايح علشان بيتنا يكون كويس، الزوجات يكونوا كويسين، الأزواج يكونوا كويسين. فاكرين لما واحد راح لسيدنا عمر بن الخطاب علشان يشتكي له ويقول له ان مراتي مزعلاني، فراح عمل ايه؟ بيخبط على الباب، لقى زوجة سيدنا عمر صوتها عالي، فبعد ما خبط رجع فناداله سيدنا عمر بن الخطاب، تعال انت مشيت ليه بعد ما قبل ما افتح لك الباب؟ قال له جاي اشتكي لك من زوجتي، لقيت انت زوجتك صوتها عالي. فسيدنا عمر اخده وقال له ايه؟ هقول لكم سيدنا عمر قال له ايه بعد ما رد على نهى. السلام عليكم استاذة نهى. سلام بيك يا شيخ مصطفى. اهلا بيكي استاذة نهى. الحمد لله. عندي حلمين. اتفضلي يا فندم. هو اول حلم جوز اختي هو اللي حلمه. نعم. حلم ان هو واقف مع واحد صاحبه اسمه ناصر، وقدامه في الارض دي قدامه الارض انشقت اتنين. نعم. ظهر له باب مقبره، وقدام باب المقبره كومين، كومه باميه وكومه رز. فهو بيقول صاحبه اللي اسمه ناصر، يا ده الرز ده قديم قوي من زمان قوي موجود في هنا. بس وانتهى الحلم ده على كده. تمام. جوز اختي، جوز اختك في حاجه اليومين دول، ممكن نقول ان هو في موضوع، الموضوع دوت ذو شقين، يا اما يخش فيه يا اما لا. مش عارفه والله. اصل الامر يعني شوفي دائما يا نهى، الارواح ممكن تخرج وتنتشر وتوصل لغاية زوج الأخت علشان يشوف إن في أمر معين بيفكر فيه. أنت لو حتى يمكن أختك قلت لها أنتوا في موضوع معين بين أمرين، يا إما تاخدوه يا إما ما تاخدوهوش، يعني أنتوا في حالة اليومين دول في حالة اختيار بين حاجة مهمة هتحصل يا يا لأ، فأنت ممكن من خلال دوت هتقدر يعني تعرفي من عن طريق أختك إن كان هما في الأمر ده، لأن هما في مشكلة بينهم موجودة اليومين دول. ايوه هي فعلا في مشكله بينهم. طيب الحمد لله، هي الامر دوت، وان شاء الله هتنفرج هذه الرؤيه وينفرج الامر وسيكون نصرا من الله تبارك وتعالى، والمشكله دي هتعدي. وما تفتكريش ان يا نهى الموضوع هيوصل لدرجه الانفصال اللي انتوا بتفكروا فيه. يا رب يا شيخ مصطفى ادعي لهم بقى. صح كده؟ صح. مش هي الرؤية. اسال الله تبارك وتعالى ان يثبتهما وان يرزقهما رزقا طيبا. اختك اتصلي بيها والليلة صلي قيام الليل، اخرجي قارين الصدقات، وان شاء الله رب العالمين هندعي لها كلنا ان ربنا ان شاء الله ما يحصلش هذه الفرقة بينهم ان شاء الله، لان في كلام داخل بينهم يا نهى من هنا ومن هنا ومن هنا وبيؤجج النار، وما فيش حد بيقعد عنده تقوى علشان يفصل بين الاثنين ويصلح بينهم. صح كده؟ ايوه هي اللي مصرة، يعني هي عاملة مشكلة، هي مصرة وعاملة مشكلة. هي عايزة انفصال بصراحة. اسأل الله سبحانه وتعالى، لان هو راجل يعني انا شايفه راجل هادي جدا وكويس. اختك عصبية شوية. هو اهدى منها، بس هو اللي بيعصبها، هو اللي بيعصب، هو بيعصب. يعني هو بيعصبها وهو هادي جدا. طب كويس، يعني هي برضو تحاول ان هي برضو يعني يا اما تعصبه هي كمان وتعمل زيه، يا اما هي تهدأ بالها كده. وان شاء الله انا ادعي له ان ربنا يهديه ان شاء الله. يا رب يا شيخ مصطفى ربنا يصلح لك الحال يا نهى ان شاء الله. في رؤيه ثانيه؟ طيب. لمرات اخويا. نعم. لمرات اخويا هي اللي حلمته. طيب. شافت اخوها اسمه محمد دخل عليها وجايب لها شنطه مليانه عبايات، فبيقول لها اخوك نور هو اللي بعتها لك. نعم.
بعد كده دورت يعني لغايه ان هي تلف السن بتاعها واختها قاعده قدامها على الارض وماسكه جزمتين، واحده بوت والثانيه زي باليرينا، فمحتاره بينهم تاخد اني واحده فيهم. هي اختها دي مخطوبه في الحقيقه. لا انا عايز انا بتكلم عليها، هي مرات اخوكي. مرات اخوكي، انا ماليش دعوه باختها اللي هي المخطوبه دي، المخطوبه دي متجوزه وخلاص. أيوة. لكن مرات اخوكي اللي شافت الحلم مش ملتزمه في الصلاه شويه، ما بتصليش بصراحه هي الفتره دي خالص. بالظبط كده. هي عدم التزامها وعدم الارتباط بالله سبحانه وتعالى مدخلها لمفاضله بين امور، الامور ديت المفروض ان هي ترتبط بالله سبحانه وتعالى علشان البيت عندها ما يبقاش فيه نكد وفي ضيق، لان اختيارها الحيره بينها في اختيار الاحذيه من هنا ومن هنا، فلازم تاخد بالها كويس قوي قوي. اما ان كلمه محمد تذكر عندها فهذا دليل على تقصيرها، وهذا سؤال الذي سالته اياكي وبرضه قلتي لي بالفعل ان هي مش ملتزمه. اما عدم وجود اسم نور معاها فانا بقول لها بقى، بقول لها يا نهى ويا ريت يكون سمعاني، والله ليس لها من دون الله كاشفه، ربنا مش هينصرنا ابدا طول ما احنا بعيد عنه. العصبيه اللي احنا فيها دي والاسلوب اللي احنا فيه ده، اذا كان اختك او مرات اخوكي، والله الامر كده هنمرض ونعيا ونترمي ومحدش يعبرنا، وفي الاخر عارفين ان بالبلدي كده يا ابن ادم تجري جري الوحوش غير رزقك لم تحوش، صح ولا لا؟ الزوج رزق، الصحه رزق، الحاله اللي حوالين منا رزق، اوعى حد يقول ليه وعلشان ايه. واحد خد واحد ماشيين في الشارع بين القصور في الشوارع والبيوت، خدوا بالكم قوي 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 من المثل ده، اتنين ماشيين وشافوا مثلا منطقه كده كلها فلل وقصور، فقال للواحد قال لزميله ايه؟ اين نصيبنا نحن، فين نصيبنا من هذه القصور اللي ربنا راح اداها للناس دي كلها؟ فراح التاني واخده من ايده وطلع بيه على مستشفى زي معهد السرطان او مستشفى الكبد، وقفوا هما الاثنين قال له واين نصيبنا نحن من هذه الامراض؟ اخي الحبيب قل الحمد لله رب العالمين، يعني عشان ربنا ما ادالناش القصور ما جاش وادانا الامراض في المكان ده. فكل واحدة تحمد ربنا على ما اتاه. احمدي ربنا، ربنا هو العالم، وما ربك بظلام للعبيد، احمدي الله على ما انت فيه. والامور ربنا مدهلنا وسيدنا النبي مدهلنا، ليه ما نكبرش باولادنا اللي جايين بعد كده؟ ليه ما نحاولش نعيش لاولادنا؟ انا بقول لك انت وبقول لك انت، ليه ما نحاولش ان احنا تنفرج الاسارير كده بان احنا نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى؟ الدنيا مش محتاجه، انت في لحظه ممكن بلحظه ضيق، يمكن موضوع، يمكن انا حضرت وفاه حصلت من 3 ايام لواحده بتتكلم مع اخوها وبيزعقوا مع بعض، عفوا كيس قمامه بيتخانقوا مع بعض، صرخت الاخت وهي زوجه وام وعندها اولاد وزوج وهو زوج واب واخوها وفي بيت واحد بيتخانق معاها عشان كيس قمامه، صرخت وقعدت تزعق، واخوها مرة مع أخوها مرة مع زوجها مع أي حد صرخت وشهقت في غيبوبة لم تتعدى 3 ساعات وانتقلت لملاقاة رب العالمين. طب انت هتذكري ربنا امتى يا جماعة؟ ده في حديث قدسي عن رب العزة، ربنا سبحانه وتعالى بقولهولك وبقولهولك وبقولهولك انت كمان يا حجة، وبقوله لكل الناس اللي ايه بتسمع، ربنا بيقول للعبد في الحديث القدسي ايه؟ عبدي، اسمعوا، عبدي اذكرني حين تغضب، اذكرك حين اغضب، ولا امحقك في من امحق. عبدي اذكرني حينما تغضب، وانت في عز غضبك اذكرني انا الله، حتى اذكرك حينما اغضب عليك لمعصية فلا أمحقك وأدخلك النار في من أمحقهم. وبعد كده بقيت حطب من جهنم ومالكش معزة عند ربنا ولا سعادتك ليكي معزة عند ربنا. ونعلم أن نسأل الله تبارك وتعالى دايما حسن الخاتمة، لكن بعد الغضب إيه؟ مفيش.
هرجع لكم تاني بعد ما يكون معايا ومعاكم الأستاذة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم يوسف. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. سمع الكلام اللي بقوله يا أم يوسف؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا يديلك. عندي حلمين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أنا حلمت إن أنا في بيتي لقيت عذان كبير رفيع. فكل ما أحطه في شنطة يقوم ناطط من الشنطة ويجري. فعمال أجيب في شنط كتير عشان أحطه فيه وما فيش فايدة برضو، عمال ينط ويجري. فالمهم قلت لبنتي اسمها شروق، تعالي يا شروق ندور عليه تحت البوفيه. فاحنا بندور لقينا تعبان تاني صغير بس تخين. فقال هو يعني زي ما اكون قرفها شوية. فبقول لها هي يا شروق مالك؟ راحت هي اتنطرت. فبقول لها مالك يا شروق؟ قالت لي ده التعبان ايه يا ماما قرفني. قلت لها انت هتمثلي يا شروق؟ ورحت ايه صحيت على كده يا شيخ. ام يوسف انت الفترة دي ام يوسف بتمر بازمة مادية او ازمة خاصة في البيت بامر معين؟ ربنا يشرح صدرك يا بنتي ويسر لك امرك، واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمك ويفرج كربك ويزيدك من فضله العظيم. في كلام كتير يا ام يوسف بيحصل وبتسمعيه وبيضايقك، مش كده؟ فعلا صح. ربنا يا بنتي ان شاء الله يفرج كربك ويخرس كل الألسنة اللي عايزة تفرق في بيتك وعايزة تنكد عليك. اللهم أمين. قولي أمين. في رؤية تانية؟ في رؤية أنا لقيت واحدة ماسكة شعري وعمالة بتطلع منه أمل كتير. فكل ما تطلع منه أمل ما بيخلص. أيوه. بس لأنك شايلة هم ودايما بتفكري كتير يا أم يوسف، صح؟ نعم؟ ايوه صح يا شيخ. شايله هموم كتير قوي وبتفكري في امور كتير جدا. تمام؟ ربنا يفرج هذا الكرب. مش انا قلت لك، ولكن عايز اقول لك ايه؟ الم نشرح لك صدرك؟ ربنا بيقول لحضرة النبي الم نشرح لك صدرك؟ انتوا فين يا جماعه من القران؟ يبقى نداوم على قراءه سوره الشرح. ربنا يشرح صدرك يا رب. اسال الله ان يشرح صدورنا وان يفرج كروبنا وان يفرج كرب المكروبين يا رب العالمين. وكل من يحاول انه يفرق بين بيوت المسلمين ويحاول انه يخرب بيوت المسلمين او يحاول انه يخرب اي بيت قائم بأسرة، اقول لك احذر، يا من تخرب هذه البيوت سوف يخرب الله عليك دينك ودنياك وآخرتك، وتأتي يوم القيامة وانت حطب جهنم، وتأتي يوم القيامة والله عنك غضبان ولن تشم رائحة الجنة ابدا. ما يوم معكم أستاذة منى. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بيك. عليكم السلام. بارك الله فيك وعليك يا شيخ. ربنا يسعدك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة منى. عندي رؤيتين بقولهم لك. تفضلي. أول واحدة شفت إن أنا جالي اتصال تليفوني، فبقول اللي على التليفون ده أنت الأستاذ عبد الفتاح. نعم. والاستاذ عبد الفتاح ده راجل يعني هو وزوجته وقفوا جنبي بعد موت جوزي وعملوا معايا كل شيء طيب. نعم. فلقيت الرؤيه جايه لي ان ابنهم هو اللي بيقول لي لا ده انا محمود، ابنهم ده في السعوديه مهندس في السعوديه. نعم. ولقيت على دماغه لمبه منوره. فقلت هو بيتصل بيا ليه؟ فسكت على اساس ان هو يقول لي هو بيكلمني ليه، وصحيت من النوم. أستاذة منى، الطلاق تم من شهور ولا من سنوات؟ الايه؟ الطلاق. الايه حضرتك؟ حضرتك بتقولي ان هم ساعدوكي ووقفوا جنبك في الطلاق بتاعك. لا جوزي، لا جوزي ميت ميت ميت. يعني هم كانوا واقفين معاكي بعد وفاة الزوج؟ ايوه. طيب ودلوقتي؟ أيوة. الزوج متوفى بقاله شهور؟ بقاله 15 سنة. وفي أولادي يا أستاذة منى؟ عندي ثلاثة. ما شاء الله، ربنا يسعدك فيهم يا رب ويكبرك يا رب العالمين. أنت الثلاثة؟ لسه عندي بنت في الثلاثين ما اتجوزتش. ما هو أنا لسه كنت هقول لك، أنت في عندك أمر في كرب، والكرب دوت يعني فرجه قريب قوي قوي قوي. خدت بالك؟
لانك بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى على هذا الامر. فاللي بيتصل بيكي اسمه محمود وهو من الحمد. شوفي انت قاعده بتقولي الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين انت ان شاء الله، هو ولد صالح، والحمد لله رب العالمين انت ربنا هيرزقك زوج ابن حلال جدا لبنتك. فانا ببشرك بشرى طيبه ان شاء الله رب العالمين. اسال الله تبارك وتعالى يا حاجه منى ان ربنا يرزقك. وانا عايز ابشرك بشرى ثانيه، وعايز ابشر كل واحده مات عنها زوجها. بشرى جميله جدا، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر، وانا من يحمل لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر، وانا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وانا اول من يحرك حلاق الجنه بيدي يوم القيامه. تاتي امراه تريد ان تفتح باب الجنه معي، حط ايديها معايا، عايزه تفتح معايا حلاق الجنه. فسالت جبريل: من هذه يا جبريل؟ قال: يا رسول الله، هذه المرأة التي مات عنها زوجها، الأرملة، أم اليتامى. الأرملة هي المرأة التي مات عنها زوجها وربت أبناءها ولم تتزوج، تريد أن تدخل معك الجنة يا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أستاذة منى أن تكونين ممن يحركن حلاق الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أستاذة منى، أستاذة نهى. أيوة شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ أهلا بك يا أستاذة نهى، تفضلي. أنا كنت مع حضرتك وقلت لك ثلاث أحلام، ومن للأسف الخط فصل ما سمعتش التفسير وأنا مش جنب التلفزيون. نعم، أنت اللي هي الرؤى. أما أنا استخرت، أنا قلت لك أنا، أنت استخرتي ربنا في شخص، قلت لك هذا الشخص بيمر بأمور معينة وهي اللي منعاه من التقدم إليكي. وانت متعلقة نفسيا او مشاعر، من ناحية المشاعر بهذا الشخص، والراجل دوت ظروفه صعبة شوية ومش قادر ان هو يتواصل في انه يرتبط بحضرتك. بس يعني الرؤى ما فيهاش اي حاجة غير كده، يا فيهاش حاجة ان في حاجة هتحصل او مش هتحصل. طبعا هيحصل. عن قول العنب اللي ربنا رزقك بيه ده رزق طيب جدا جدا، وان شاء الله. الرؤيه بتاعت العنب دي كان بقالها حوالي قد ايه؟ لا دي بقالها حوالي 6 شهور مثلا. جميل قوي، يعني كان في موسم العنب مش كده؟ كان اجمل شيء انك ان انت ترين في المنام خيرا. ان شاء الله يكون الفاكهه في نفس الموسم بتاعها. كان مهم جدا السؤال. البودره اللي انت حضرتك ما حطيتيهاش على وشك، ده كويس قوي، لان دي طبيعتك، طبيعتك، والشخص اللي يتقدم اليكي يجدك بطبيعتك وليس بأمر مصطنع، لأن دائما ما تكون البودرة بتغير من شكل الجسم أو بشكل الوش. تمام؟ فأنت يعني خايف معناه إن الشخص ده هيحصل بيني وبينه ارتباط يعني؟ شوفي، ممكن يحصل الارتباط ده، ولكن هو أصلا معلش هو سلبي شوية، سلبي مش إيجابي، ده صحيح؟ صح. بس كده، فهو لأنه مش إيجابي وبيحاول إن هو، أنت مش عايزة تتواصلي معاه عشان تقللي من قيمتك، انت مش عايزه تقللي من قيمتك بالظبط. وهو محتاج انه يدفع دفعا كده عشان يتقدم اليك ويقوي قلبه شويه. فان كان هو بيستمع الى هذه الرؤيه، فانا بقول له شد حيلك وقوي قلبك والدنيا مفتوحه قدامك، ولكن قف على ارض صلبه، علشان من فضل ربنا سبحانه وتعالى انت ظروف عيلتك يا نهى اعلى من ظروف العيله عنده. صح كده؟ لحد ما، بس هو من طبقه برضه متوسطه يعني. بس يعني انا اعمل ايه؟ طب حضرتك نصحني. انت يعني ما تعمليش حاجه، انت كبنتي من اصحاب الخدور، اصحاب الخدور الذي ذكرنا في القران ان هم قاعدين لغايه ما يجي لهم رزقهم، وهيجي لك رزقك. ان كان هذا الشخص فيه خير لك فاستخيري ربنا سبحانه وتعالى، الاثنين والثلاث والاربع، وتكلميني ان شاء الله، او تتواصلي معايا، تتصلي على 1764 واضغطي رقم 3 وكلميني باستفاضه في الامر ان شاء الله، واقول لك باذن الله تبارك وتعالى. فاسال الله سبحانه وتعالى ان كان في هذا الشخص خيرا لك في
في دينك ودنياك وعاقبة أمرك، أسأل الله أن يقربه لك، وإن كان غير ذلك فأسأل الله أن يصرفه عنك ويصرفك عنه، حتى لا تفكري فيه أكثر، وحتى لا تنشغل مشاعرك بهذا الشخص، ويمكن في يوم من الأيام يكونش هو الإنسان اللي ربنا كاتبه لك، ويكون هناك شخص أكبر وأعظم وأحسن هو دوت اللي حيملك قلبك والمشاعر والحياة معاك بعد ذلك. معي ومعكم أستاذة أم عبد الرحمن. يا أم عبد الرحمن. عبد الرحمن معك. أم عبد الرحمن. أيه. السلام عليكم. عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. تفضلي. أنا أم محمد البحر الأحمر. أم محمد. آه. أهلا بك يا أم محمد من البحر الأحمر. الله يخليك. تفضلي. أنا حلمت معي أربع غوايش ذهب. أربع إيه؟ غوايش ذهب. آه. وبنتي الكبيرة أنا اديت غوشتين لواحدة ما أعرفهاش. نعم. وراحت بنتي قالت لي لا هاتيهم منها وجبتهم. آه وبنتك أخذت الغوايش الذهب؟ لا قالت لي هاتيهم وأنا جبتهم منها. وأنت لبستيهم ولا هي اللي لبستهم؟ لا أنا لبستهم. طيب يا أم. ومعايا خمس خواتم اديت كنت كل بنت خاتم ذهب. اللهم صل على سيدنا محمد. ام محمد انت ولادك معذبينك شويه وما بيسمعوش كلامك؟ لا ولا كل... خالص معاك. نعم لا بيسمعوا. ها ما انا معايا خمس بنات مجوزاها. اتجوزتيهم خلاص؟ اه بس واحده مطلقه. اه هي دي الخواتم اللي في ايديكي؟ هي دي اللي منك اديت كل بنت خاتم. والبنت دي منكده عليكي خالص يا ام محمد؟ لا والله هذه شايف ربنا ما انا شايفها. اقول لك على حاجه. نعم. هي قاعدة جنبك صح؟ قاعدة جنبك. شفت أنا شايفها إزاي؟ شوف أنا جبتك هنا من هنا أنا رحت بعناية خلاص للبحر الأحمر. هي قاعدة عندي يا ربنا يا بنتي يرزقك إن شاء الله. والدتك شايلة هم كبير قوي عشان أنت قاعدة جنب منها. بس أنا كنت عايز أسألك هو جوزها اللي طليقها عايز يرجع لها تاني؟ ما أعرفش والله. هي عارفة أسأليها. ممكن هي برضه هتكلمك. طيب بصراحة. وبعدين اتكلمت تاني تاني يوم. ها؟ حلمت تاني ان معايا اربع حمام اربع سجوال. اه كله اربع معاكي ربنا يسامحك. لا وراحت واحده قالت لي ده انت ليكي خمس سجوال وكده ده انا معايا اربعه بس. اه واحده قالت لي ده انت معاكي خمسه. الحمد لله ان هم خمسه. عارفه ده يعني ايه؟ اه المطلقه دي هترجع لجوزها يا اما ربنا هيزوقها بزوج تاني. اه ان شاء الله لان الاربعه اللي عندك متجوزين والخمسه هي اللي قاعده. فان شاء الله اللي قالت لك عندي خمس ازواج من الحمام. فان شاء الله ربنا هيكرمها باذن الله. اساليها بقى قولي لها جوزك عايز يرجع لك ولا لا. ما هي برضه هتكلمك. طب يلا خليها كلمني عشان الناس خلي. الناس عماله تتصل من بره مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا بنتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ الحمد لله يا ربنا يبارك. الله يبارك. اسمك ايه؟ ام عبد الرحمن. برضه ام عبد الرحمن. هي ام محمد. انا ام عبد الرحمن. طيب يا ام عبد الرحمن انت جوزك في محاولات من بره كده عايز يرجعك؟ لا لا. ولا انت خلاص قطعتي كده مش عايز ترجعي له؟ لا لا ما فيش محاولات. طيب ما فيش حد تاني عايز يتقدم لك؟ لا ما فيش. طيب ابشري بقى انا عمك الشيخ مصطفى بيبشرك اهو. تمام ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين ربنا يا بنتي يرزقك ويخلف عليكي بالحلال ان شاء الله ويهديك الحال والله اعلم. طيب فسيدنا عمر يرد على الراجل قال له ايه؟ لا انا ما نسيتش. سيدنا عمر رد على الراجل قال له ايه؟ قال له يعني انت جاي بتشتكي من مراتك؟ طب ما هي اللي بتغسل هدومك وهي اللي بتطبخ لك. ده انا بتكلم باللغه العاميه طبعا سيدنا عمر ما قالش كده. وهي اللي بتعمل معاك حاجات كتير جدا حتى اذا مت برضه هي اللي هتمشي وراك وتقول يا رب اجعله زوجي في الجنه. فإذا رأيت منها خير أو إذا رأيت منها شر فأنا عايزك تبص لها برضو الخير اللي عملته. هكمل لكم إن شاء الله هذا الحديث الجميل بعد أستاذة مريم. السلام عليكم. أهلا بك يا أستاذة مريم. إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. تفضلي. في رؤيتين. الرؤية الأولى زوجي شاف. نعم. شاف نفسه إن هو في محيط الحرم المكي. هو شاف نفسه دخل ساحة يعني أول ساحة ما كانش فيها الكعب وساحة اللي بعديها ما كانش فيها الكعب فتالت ساحة بقى كان فيها الكعب. نعم. فهو كان بيطوف لقى نفسه بيطوف حواليه وكان هو بيتنطط عمال يطوف وبيتنطط من الفرحة مش مصدق نفسه إن هو في الحرم
لكن هو بيقول ان كان المكان اللي فيه الكعبه كان اضيق من المتعارف عليه، بس كان مكفي الناس كلها اللي بتطوف، كان هو من ضمنهم وكان فرحان وبتنطط ان هو بيطوف. دي اول رؤيه. اتفضلي. اقول الثانيه؟ اتفضلي يا فندم. ماشي. بنتي شافت ان هي متقدم لها ثلاث عرسان. فواحد من ضمنهم بتقول ان هو كان جاي من والده فلاح، ويعني مش عاجبها ان هو والده فلاح، بس جت لقطه كده بصت لقت ان في اراضي واسعه هم بيمتلكوها، لقطه كده جت في الرؤيه. نعم. وخلاص على كده. طب بنت حضرتك في حد مرتبطه بيه اصلا؟ لا خالص، هي كمان سنها كبير يعني 31 سنه ومش ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين. هي ان شاء الله اسال الله تبارك وتعالى ان قريبا سوف يكون لها نصيبا في حد. يعني برضو انا عايز اقول ان السن لما بيكبر احنا بنقدم بعض التنازلات، تمام؟ وان شاء الله بس هيكون في خير ليها باذن الله، نقدم بعض التنازلات وهيكون في خير. ما بقول لحضرتك إيه، اما في الرؤيه ليه كانت بتقول ان هو فلاح، يعني مش عاجبها ان فلاح ليه؟ انا عارف، انا بقول لك لان السن كبر ففي بعض التنازلات بتتقدم، ومع ذلك ان شاء الله هيحصل ان شاء الله الارتباط. دي نمره واحد. زوج حضرتك تنازلات من ناحيه ايه بقى؟ نعم، من ناحيه ايه؟ ان هناك بالفعل حد هيتقدم ليها، ولكن عنده بعض الايه، نقول بعض اللي بنسميها الايه، مش ملاحظات عليها، بعض الملاحظات عليه او الملاحظات، مش مهم يعني. مش نعم، بس مش هكون مهم. لا 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 لا، مش اخلاق ولا شيء، ولكن ولا دين ولا شيء، لان اخلاق ودين طالما جه الدنيا معوجه يبقى لو قعدنا في البيت احسن. تمام، حتى اذا تزوجها اكرمها. تمام، واذا طلقها لا يهنها. تمام، فانا يهمني ان زوج بنتي يكون راجل محترم. طبعا. دين اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. تمام كده، فده الامر. حضرتك ان هي ممكن تكون حاجه يعني في شكله، ده الامر ان شاء الله، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعله كاملا لها باذن الله. الامر الثاني، هل زوج حضرتك ذهب الى العمره مره اخرى مره قبل ذلك؟ لا لا، ما اعتمرش من حد. إن شاء الله رب العالمين، أبشري فإن هناك فرحتين. أيوه. تمام؟ أو الفرحتين دول يعني هيقولوا إن شاء الله رب العالمين، بعد صبر كبير قوي قوي، ربنا هينعم عليه بزيارة بيت الله الحرام. إن شاء الله ربنا يرزقه بالعمرة. والأمر الثاني إن ربنا هيكرمه بإذن الله بهذه الارتباط أو القرب لبنت حضرتك. الأمر الثالث بقى اللي هو تتضح فيه الأمور كلها، إن إن شاء الله رب العالمين سوف يكون هناك فضلا عظيما على كل الأسرة. هتقولي لي إزاي؟ هقولك إن ثلاث ساحات، الساحة الأولى متسعة، الساحة الثانية متسعة، الساحة الثالثة وفيها ناس كتير قوي، بيت الله الحرام الكعبة، وهو فرح بها. يعني بعد صبر كبير إن شاء الله سوف يكون لكم بإذن الله تبارك وتعالى فرحا عظيما يا أستاذة مريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج بناتنا وأبناءنا، وأن يا رب يشرح صدور رجالنا ونساءنا، وأن يهدي نساءنا ورجالنا وأبناءنا وبناتنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. يبقى أنت لو شفت زوجتك فيها حاجات وحشة افتكر لها الحاجات الكويسة، وانتي نفس الحكاية برضو، ما نبقاش خلاص احنا حاسين ان الزوج قدام مننا مش طايقينه فنهد البيت ونعمل زي شمشون نهد المعبد وربنا يسهل وان شاء الله، ويجي واحد كده يطلع جميل كده وحال ايه؟ ايه يعني لما يحصل الطلاق؟ ما العيال بتتربى باي طريقة؟ ايه يعني يحصل الطلاق؟ هي بكرة ربنا يكرمها بواحد وربنا يكرمه بواحدة. وطبعا يعني احنا مش عارفين ان عندنا بنات وصلت لسن ال 33 سنه و 35 سنه ولسه لم يتزوجن بعد، يعني 33 و 30 و 28 ولسه ما اتجوزوش، 5 مليون. ونسب الطلاق عماله ترتفع بسبب ان الاستاذه مش قادره يعني تتكيف مع جوزها، بعد يعني حصل التكيف لغايه ما جبنا ولد واثنين وثلاثه وخلاص دلوقتي ما بقيناش قادرين نتكيف مع بعض، اذا كان حضرتك او حضرتك. اقول لكم كمان نسبه الطلاق بتزيد قد ايه؟ ما انا طبعا لان انا في هذا الامر، 5 مليون 6 مليون واحده لم تتزوج لسه بكر، ومعانا حوالي 7 مليون كمان مصايب، 7 مليون كمان واحده مطلقه،
12 مليون في مجتمع المفروض ان هو مجتمع مسلم، المفروض ان الرجال بتتقي الله في النساء والنساء بتتقي الله في الرجال. ده احنا بنشوف امور عجيبه. ليه ما فيش صبر؟ ليه ما فيش صبر؟ ده ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليه ما فيش فيه حب؟ ليه الحب اللي كان بينا اتدمر؟ ويقول دمر الحب على صخور الواقع. طب وايه اللي عمل الواقع؟ وايه اللي دخلنا في الواقع؟ هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. لما لا نقترب من الله سبحانه وتعالى؟ لما لا نتقي الله في انفسنا؟ يعني انا عايز اعرف حاجه، انت قبل ما تخش بيتك وتسال ولادك صليتوا العصر ولا المغرب، شوف انت صليت ولا لا. بدل ما تخش بيتك وتقول اظبط دوت واظبط ده، شوف انت ظبطت مع ربنا ولا لا. اتقي الله حيثما كنت، حضره النبي بيقول لك اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا ترى انت حالك ايه مع ربنا طول النهار؟ اذا اردت ان يكون زوجك كرسول الله صلى الله عليه وسلم فكوني انت كعائشه او خديجه. انت طالبه ان جوزك يبقى نبي، طالبه ان جوزك كذا، طب انت ايه مع ربنا؟ حالك ايه؟ مواظبه على صلواتك، على دينك، على كذا على كذا، بتبطلي كلام كذا كذا كذا، كل اللي بيحصل دوت. فين بيوتنا؟ فين بيوتنا اللي عماله تنهار؟ المحاكم اللي شغاله، اللي طلاق وخلع وكذا وبعد و و و و، اين الاسلام؟ اين الاسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا، يعني تكاثروا، فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. ده زوجتك في الدنيا هي زوجتك في الاخره، زوجك في الدنيا زوجك في الاخره. طب ليه عايزين نخرج عن بره عن هذا الاطار؟ انت لو طلقتي وخرجتي، انا بقولها لك اهو من ناحيه ان انا بكون قاضي شرعي، هتشوفي حاجات غريبه جدا في حياتك. وانت نفس الحكايه، اصبروا على بعض عشان بيوتنا تتبني، عشان الولاد اللي طالعين دول ما يدعوش عليكي وعليه. سعادتك تتزوج وسعادتك تتزوج، ومين اللي يربي دول؟ مش هم دول اللي هيجوا يوم القيامه يتعلقوا في رقبتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوف تحاسبون على الخيط والمخيط. الفتلة جبتيها منين وجبتها منين وعملت بيها ايه؟ فبالك الارواح الاولاد، هنفضل كل النهار نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى اصلا عملت وكذا وانت هيجي ربنا يحاسبك بقى ويحاسبك الاول. يا ترى انتوا رجعتوا لي الاول؟ هل ارتضيتوا الحكم اللي بيني وبينكم؟ هل سمعتم كلامي؟ فأتوا بحكم من أهليه وحكم من أهليه علشان يحصل القرب. هل الحكم ده كان حكم عدل؟ هل صبرت على قضائي؟ هل صبرتي على القضاء؟ البيوت لا تنهار، بيوت المسلمين لا تنهار، بيوتنا يا جماعة على أي حال من الأحوال لا تنهار. النهاردة ليلة الجمعة، ليلة الإجابة، ليه ما ندعيش ربنا؟ ليه ما نضرعش لله لحظات؟ ربنا مش عايز مننا لحظات، لحظات بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة لو أن الله قبل من العبد سجدة واحدة لأدخله الجنة، فقالت يا رسول الله فما بال الصلاة والصيام والحج والعمرة وكل الأعمال اللي بقاله 50-60 سنة بيعملها، وسعادتك بتعمليها، وصلي على النبي يقولك أنا بصلي على النبي 1000 مرة، وسعادتك بتتكبري بالعمرة والحج، وسعادتك بتقول ده أنا الصلاة كذا، كل الكلام ده لو قبل الله ايه؟ سجدة واحدة. بيكلم السيدة عائشة سيدنا رسول الله، قالت له طب والحج والعمرة والحاجات دي؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يذهب رياء وسمعة، كل ده ملوش لازمة، لازم يكون في قرب من الله. الليلة ليلة الجمعة، الليلة ساعة الإجابة. الله تبارك وتعالى يتجلى علينا الآن، يتنزل علينا تنزلا لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا وتتجلى علينا الملائكة. الله الآن يقول لنا هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من داع فأستجب دعائه؟ هل من سائل؟ يا جماعة اللي عايز حاجة من ربنا دلوقتي يشمر يوم دلوقتي ويبدأ يقول يعتذر إلى الله، يعود إلى الله. اللي ما بتصليش ترجع لربنا دلوقتي، اللي ما بيصليش يرجع لربنا دلوقتي. الليلة، الساعة، الآن، الحين،
إذا وقفت إلى الله تبارك وتعالى، شوف إذا وقف العبد ليقول الله أكبر فإن الله ينصب وجهه تجاه العبد، فإذا التفت العبد وبدأ يفكر يمين وشمال فإن الله تبارك وتعالى يقول له عبدي أوجدت من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتتركني؟ ده الأمر الأول. إذا وقف العبد العاصي الذي ترك الله وترك الصلاة وترك كل شيء الآن أمام رب العالمين ووقف وصلى، فبعد أن ينتهي من صلاته الملائكة تطوف السماوات والأرض تقول يا عباد الله أبشروا فإن عبد الله فلان، ويذكر حضرتك باسمك، ويذكر حضرتك باسمك في الملأ الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى فلان يقبل هذا العبد. لماذا؟ لأن العبد قد تصالح مع رب العالمين. نصالح مع ربنا، نتصالح ونرجع نطلب منه سبحانه وتعالى في الليلة دي في الساعة دي، طب يلا ندعي، يلا نسيب الدنيا شوية، يلا نقرب من الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى منا قريب، فهو القريب سبحانه وتعالى. الله منا الآن قريب، ادعوا الله، ارفعوا أكف الضراعة لله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله أن يفرج الكروب وأن يعيد الأزواج والزوجات إلى البيوت. وأول ما نبدأ بالصلاة على النبي، وآخر ما ننتهي بالصلاة على النبي. فأول ما يقبل الله منا هي الصلاة على النبي، ويرفع الله دعاءنا إكراما للنبي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل يا ربنا على سيدنا محمد في الآخرين، وصل يا الله على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا فيمن عافيت، وارحمنا يا ربنا فيمن رحمت، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. ربنا ليس لنا إلها سواك، ليس لنا ربا إلاك، يا الله شهدنا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. نسألك اللهم بكلماتك يا الله، نسألك اللهم بكتابك يا الله، نسألك اللهم بشفاعة نبيك المصطفى يا رب العالمين. ربنا نتوسل إليك في هذه اللحظات، فاجعلها يا ربنا ساعة الإجابة. ربنا نتذلل إليك يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا وأنزع يا ربي، اللهم انزع يا ربي البغضاء والحسد والكراهية من قلوبنا. اللهم رد الرجال للنساء، الأزواج والأزواج والزوجات يا ربي مردا جميلا. ردهم إليك يا ربنا أولا، واملأ يا ربي بيوت المسلمين نورا وفضلا يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، واقضي يا ربنا حوائج السائلين، واطعم أبناءنا وبناتنا بنين وبنات يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي فقونا، اللهم إنا فقراء وأنت الغني فأغننا، اللهم إنا حفاة فاحملنا، اللهم إنا عراة فاكسنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. ربنا نحن في هذه اللحظة، نحن يا رب الآن محملين بذنوب ومعاصي وآثام كثيرة، نسألك يا الله يا الله يا الله يا نور السماوات والأرض يا الله، نسألك باسمك الأعظم يا رب العالمين، يا من إذا دعيت به استجبت يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تفرج كروبنا، أن تفرج كروبنا، أن تفرج كروبنا يا الله، يا مالك يوم الدين، يا ملك يوم الدين. ربنا لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا.
إلا وقد غفرت لنا. آمين 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 يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى البشير النذير الشفيع صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سعدت وأسعد وسوف أسعد بكم دائما، وإلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أكرمكم الله، آواكم الله، غفر الله لكم ذنوبكم جميعا، وإلى أن ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.